ورمضان مبارك عليكم جميعا. وخلونا بقى كده نشوف، نبدأ نبص على إيه، نقيم الدوائر اللي الناس عملتها. في ناس قعدت يعني ترتيب الدائرة ده شيء كويس، إن يبقى ليك نظرة كده في توزيع المكونات ذات نفسها، تمام؟ أماكن المكونات تبقى فين، بحيث زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت أحصل على أفضل شكل للبوردة، وفي نفس الوقت التراكات ما تبقاش متقاطعة مع بعضها، فأقدر أعمل لها راوتنج أو توصيل إيه تراكات النحاس. أول دايرة هنا وصلتني كانت دايرة مصطفى سعد، الدايرة عظمة جدا، بس أنا عندي تعليق وحيد، أنتوا اللي هتعلقوا عليها هتشوفوه دلوقتي، تمام؟ يعني التراكات كلها تمام، تراكات كيرف ديت أنا قلنا دي أفضل تراك، يعني أفضل تراك ممكن تستخدمه، التراك اللي هو الكيرف ده المعوقة بتاعته بتبقى أقل ما يمكن بالنسبة للتيار، تمام؟ ده بالنسبة للتراكات. لو احنا جينا نشوف ده التوب لاير، يمكن هنا هتبدأ تظهر أو هتشوف المشكلة في شكل الروزيتا اللي هنا مش موجود. لو أنا رحت على الباتوم لاير هتلاقي شكل الروزيتا ظاهر لي في الباتوم لاير، وده معناه إن هو عمل ميرور أو فليب للإيه؟ للروزيتا أو التيرمينال بلوك اللي هو كان مستخدمه هنا. دي بس الإيه التعليق الوحيد أو النقطة الوحيدة. الحاجة التانية يا مصطفى، أنت لو سامعني أكيد يعني، مخرج الجراوند. إحنا قلنا بلاش الزوايا التسعين، أنت هتيجي بس هنا تخلي دي زي ما هي مثلا خارجة من هنا كده رايحة على الجراوند، أنت عملت دي عكس. فأكن بالظبط أنا بقول لك الإلكترونات هتبقى طالعة عايزة تيجي كده، أنت عاملها تطلع تروح كده. لا يعني حاول تخلي دي تبقى كله اللي هو إيه، طالما هتشتغل كيرفد خلت التراكات في اتجاه الإيه؟ اللي بيمشي فيه التيار، تمام؟ يبقى ده بس الايه التعليق الوحيد، لكن في المجمل عاش جدا يعني، الحمد لله في تطور عن المرات اللي فاتت، والمشاكل اللي احنا كنا بنقول عليها بدأت تتحل، والديزاين رولز زي الفل يعني، ما حدش عدل على الديزاين رولز، لان انا شفت في ناس بعد كده ما اخدتش اصلا الديزاين رولز في الحسبان، او في ناس تقريبا ما اخدوش الملفات اللي انا بعتها لهم اللي هي كان فيها ديزاين. اللي بعده كان محمد طحون، برضه عاش جدا، مرصوصه كويس، بس الاون اوف سويتش دي يعني هي كده بقت تحت السويتش، يعني افضل تخليها هنا تحس بقى ظاهره ايه اسم المكون ذات نفسه. دي تمام الروزيتا تمام ماشي، بس الكلام ده هيبقى مكتوب لك ورا الروزيتا مش قدام الروزيتا. المقاومات زي الفل، ناقص الفاليو بس، هتكتب تظهر الفاليو بتاعت كل مقاومة، تمام. الدي سي جاك تمام، نفس التوزيع اللي احنا عاملينها كويس. شوف التراكات جميل جدا، بس في هنا تراكات بقى، بص يعني انت لو خدت بالك هنا في تراك معمول مرة اهو جاي في الجهة دي، تراك معمول مرة جاي الجهة دي، هنا نفس الكلام، التراك ده معمول مرة جاي الجهة دي ومعمول مرة جاي الجهة دي، لا ده كده معناه ان في 3 تراكات، تراك جاي يمين وتراك جاي شمال، في تراك ماشي كده اهو من تحت. محمد طحون انت اكيد فاهم قصدي، تمام، لان انت اللي عامل البورد. ونفس الكلام عاش جدا على التراكات اللي هي الكيرف دي، في تحسن جامد يعني الحمد لله مع الناس يعني، ده التعليق الوحيد، لكن في المجمل العام عاش. فيها مشكلة من ناحية الدبليكيشن بتاع التراكات دي، هي ما فيهاش مشكلة، بس احنا قلنا ايه يعني، احنا بنحاول نخلي الموضوع ستاندرد، يعني انت مثلا لو دول الجراوند يبقى التيار خارج منهم، ما يبقاش بالنسبة للتيار فيه 3 تراكات، فاهمني؟ يعني انت لو ماشي هتمشي فين؟ قدامك 3 مسارات، تمشي في انهي مسار فيهم؟ فاهمني؟ فانت لا اما توصلهم كلهم ببعض يبقى مسار واحد، يعني دي لو النقطة الفجوة اللي في النص دي اتسدت هتبقى كويسة جدا، ولو الفجوة دي برضو اتسدت هتبقى كويسة جدا، فاهمني؟ بس يعني دي لو الفجوة اللي في النص دي انت لو اتقفلتها كانت هتبقى زي الفل. برضو حاولت تعمل الثري دي، وده شغل عاش جدا، هبعت لكم فيديو في اخر السيشن عشان الناس اللي مستعجلة عايزة تتعلم الثري دي، الفيديو بالظبط حوالي نص ساعة،
هيعلمك ازاي تحول البورده من الايجل، من ان هي بورده 2 دي اللي انت بتطلعها دي تحولها ل 3 دي، تمام؟ بحيث ان عايز بقى اوريكم برضو عمر السيوبكي عامل شغل عظمه، هوريكم البورده بتاعته دلوقتي. منور يا عمر. ده اسماء عبد العال. ماشي، انا عندي باشمهندسة اسماء ليها اشكال، اشكال غلط. ماشي يا مصطفى، ما فيش مشكله، ما الاشكال دي انت بقى بتحاول بتبدا تعدلها. عدلتيها ونزلتيها يا ما بعتليش الصراحه اللي تعدلت. طيب انا هعمل سكيب اللي انت بعتيها دي، وحازم معلش شوف لي الابديت وبعته لي تاني، تمام؟ يعني هعمل سكيب للدايره بتاعتك دي حاليا، على حازم يبعت لي الدايره التانيه اللي بعد كده. مروه قنديل عاش جدا، بس يعني زي ما قلنا بلاش بقى ايه اللي هو الزجزاج في التركات، بس زي الفل عاش، وعامله في عامله بوليجون في الدايره كويس جدا. في هنا تعليق بقى، السويت احنا قلنا الجاك ده المدخل بتاعه من هنا، يعني ده المدخل بتاع الجاك. لما انت تلف الجاك ده المدخل بتاعه يبقى جنب الروزيتا، فانا هوصل الكونكتور ازاي؟ فالمفروض العدله بتاعته مدخل الجاك ده يبقى لتحت، بحيث انا لما اجي اوصل الجاك من هنا كده اقدر اوصله، انما كده مدخل الجاك الباصص للروزيتا مش هعرف اوصل، تمام؟ ده التعليق الوحيد، انما بالمجمل العام لا، شغل عاجي جدا يعني. وبرده زي ما قلنا الناس بتنسى تعمل اساين للفاليو بتاعت المقاومات، تعمل بس الفاليو تظهريه وتخليها تغير اللير بتاعتها من التي فاليو. هي يعني انت ممكن تكون عامله الفاليو، بس هو اللي مش مخليها ظاهره ان هي ستيل موجوده في اللير بتاعت الفاليو. احنا بنروح جايين عاملين سيلكت للفاليو كلها، اي فاليو نروح جايين عاملين كليك يمين ونظهر البروباتس بتاعتها، نغير اللير من التي فاليو للتي نيمز او البي نيم لو انا عايزها اظهرها في البوتوم لاير. فاحنا دلوقتي شغالين كله على السلك سكرين او التوب لاير، بنخليها في الايه؟ في التي نيمز. ماشي، ايه مين ده؟ ماشي، حازم. حازم برضو عامل شغل عالي. حازم هو حاول يصغر البورده، بس هو ايه فردها بالطول شويه وحاول يقلل، يعني هو عامل هنا بورده 16 مللي، قام حوالي سنتي ونص، وعرض هنا 21 مللي او تقريبا 22 مللي، يعني 2 سنتي و2 من عشره، فعرض 8 سنتي. وبرضه رأس الدايرة زي ما انتم شايفين كده. كان عندي تعليق واحد يا حازم، حاول تبعد اللي هم دول اللي هم 78.05 و 78.09 و 1117 3 و 3 من عشرة عن بعض عشان الحرارة، يعني هو ده جراوندد الجزء المعدن ده، وده جراوندد وده جراوندد، بس لو واحد فيهم بيسخن اكتر من التاني الحرارة هتتشتت فيهم التلاتة، تمام؟ ده السبب ان انا كنت بعيدهم عن بعض، المفروض اصلا يبقى فيه هيت سينك بس احنا مش حاطين في الدوائر. احاول ادور لك على اي حاجة، بس يعني ايه كل الكلام زي الفل والديزاين رولز مظبوطة تمام. ده شكل البوردة اللي هو مطلعها، تمام؟ حاطط فاليو اهوت وكلام زي الفل. لو باشمهندسة مروة لو انت ملاحظة دي اهو الكونكتور المدخل بتاعه لتحت، بحيث لما يجي يوصل للجاك يقدر يوصله عادي، تمام؟ ماشي، شكل البوردة برضه ورانا شكل البوردة. أحمد أنديل، ماشي يا عم أنديل. شغل عظمة برضه، ناقص بس الفاليو مش محطوطة، تعمل أساين للفاليو، أو لو أنت عاملها هتتغير زي ما قلت، هتغير اللاير بتاعتها من التي فاليو للتي نيمز. لا ثواني كده، تعالى يا عم منديل، انت عامل التراكات بتاعتك فين؟ ثواني يا انديل، التراكات دي كده معموله في التوب لاير، يعني التراكات اللي متوصله دي متوصله في التوب لاير، يعني دي التراكات دي المفروض بيبقى لونها احمر كده، احنا عايزين التراكات تبقى في البوتوم لاير، او اللي هو تبقى في اللاير النحاس اللي تحت،
لان احنا قلنا احنا هنصنع البورده دي لو احنا هنعملها يدوي محتاجين تبقى في لاير واحده بس او سنجل لاير. طب سمعت اللي انا قلته؟ سمعت التعليق اللي انا قلته ان النحاس كله يبقى باللون الازرق عشان يبقى في سنجل لاير اللي هي في البوتوم لاير، تمام؟ لان دي هتتصنع اللي هو زي ما بنقول عليها كده اللي هو دي اي واي او دو ات يور سيلف، هتصنعها يدوي، تمام. في حد تاني برضه هعلق له على البوطه بتاعته بس اما اطلع لها قدام شويه. وصلك كده عند دي القصد ايه؟ تمام. برضه هنا بلاش الزاويه 90، احنا قلنا دي زاويه 90 اهي، بلاش الزاويه 90، لا اما يبقى كيرفد لا اما 45. يعني ممكن تيجي هنا تروح جاي نازل 45 كده، ونفس الكلام تحت عشان دي بتزود المعوقه بالنسبه للتيار اللي ماشي في الاسلاك. مش مهم دي سامعني. اتفضلي. أنا تقولي حاجة يا باشمهندسة؟ لا، بس المايك اتفتح، بس هو أنا عاوز أتناقش مع حضرتك في الدايرة أصلا. أنهي دايرة؟ ما هي دي الدايرة بتاعتي، في دايرتي. دي؟ أه ماشي. دي. طب اتفضلي. ماشي. هو أنا في حاجة، لما جيت أعمل عند التراكين اللي هم عاملين كروس مع بعض دولت، انا جيت قعدت احاول افكر فيها كتير، ما يعني قعدت انقل في الكومبوننت واحرك فيها واعمل، ما عرفتش. وعايزه اسال حاجه برضو، الاي سي عندي اللي هو البنات اللي فوق خالص دي، مش عارفه اعرف اجيبها، اللي هي فوق هنا ديت كده عادي، ان التراك عدى من عليها كده ولا يبقى فيها مشكله؟ انا اي سي بقى في اللي هو التراك، في اللي هو واقف لفوق، اللي هو في 3 مايلين وفي واحد واقف بالرأس، في تراك عدى من عند البنا كده ورايح للناحية التانية. لا، اللي فوق عدى بقى، من الحتة عند اللي فوق دي من فوق. هنا أيوة كده. هنا هنا أيوة هنا أيوة الحتة دي، أيوة هنا كده، ده عادي ولا يعمل مشكلة؟ ما انا خلينا اعلق التعليق الكامل على البورده، تمام، تمام، ماشي. وبعد كده نشوف بقى ايه المشكله بتاع الكلام ده، تمام. تمام. الاول زي ما قلت مدخل الكونكتور ده نفس التعليق اللي لسه معلقه الباشمهندس مروه، مدخل الكونكتور يبقى لتحت او لبره كده. انا محتاج اوصل البطاريه من في الجهه دي او مدخل الادابتور من الجهه دي، اوصله ازاي وفي روزيتا موجوده هنا؟ دي حاجه. نفس الكلام يا شباب، لو انا بحط اي حاجه هتتبرمج، اي حاجه هتتبرمج، الحاجه دي ممكن تبقى مايكرو كنترولر، ممكن تبقى اردوينو، الكلام ده كله. اما اجي احط مدخل البرمجه ما احطوش في النص، او ما احطش مدخل البرمجه واجي احطه مثلا قدام الريجليتور، لان دي انا شفتها في مسابقات كانت الشباب بعد ما يخلصوا البي سي بي مش واخدين بالهم ان هم حطوا الريجليتور في مدخل البرمجه بتاع الاردوينو، فكان كل مره عشان يجي يبرمج الروبوت عشان يجي بيعمل عملية برمجة للدايرة اللي هو عاملها كان يضطر لازم يشيل الأردوينو من البوردة عشان يبرمجه بره ويرجع يركبه تاني، تمام. فدي حاجة نخلي بالنا منها. يبقى دي أول حاجة، التعليق على اللي هو الدي سي جاك. تاني حاجة رصة المكونات، احنا بنقول بنرص الدايرة بحيث تديني أفضل شكل في نفس الوقت أقل عدد من تقاطع الأسلاك. طيب هنا المكونات يعني محتاجة يتعمل لها إعادة تنظيم تاني أو مع إعادة إيه؟ ترتيب، تمام؟ تالت حاجة المشكلة دي تتحل إزاي؟ مشكلة إن التراكات دي بتدخل في بعضها وإن التراك ده صغير وكده، الديزاين رولز لو متظبطة وأنت بتوصلي التراكات اخترتي وضع اللي هو أوبستكل أفويدنس أو بوش أوبستكل، هيحل لك المشكلة دي. لما أنت تيجي تلاقي تراكات متقاطعين كده، تاني حتة الروبوت هقول لك عليها حاضر. ما بقى في تراكين متقاطعين، لو انت بتوصلي اصلا ومختاره الوضع اللي هو البوش اوبستكل ده هيعرفك ان في مشكله هنا، تمام. دول كده التقاطع دول لما يعدوا فوق بعض كده هيعملوا مشكله، كاني عديت 5 فولت مع جراوند والاثنين عاملين شورت سيركت مع بعض. ده هيبقى فيه مشكله ولا لا؟ اه ده هيبقى فيه مشكله لما تيجي تلحمي ان هم قريبين من بعض، لان البورده دي ما بيبقاش عليها سولدر ماسك، فالتركات كلها بتبقى نحاس ظاهره، فلو انا ايدي مش مظبوطه قوي وانا بلحم هيعملوا شورت سيركت مع بعض، تمام. فالتراكات بقى طبعا يعني التراكات دي التعليق عليها زي ما قلت لباقي الشباب، بلاش الزاويه 90 هنا، بلاش الزوايا اللي هي اكتر من 45، تمام.
يعني لا اما يبقى التراك كيرفد لا اما يبقى 45. ده التعليق على البورد. ال دي اللي اوت مش متحدد، لان هنا في مفصول. يعني لما بنيجي نرسم الدايمنشن بناخدها بالخط، يعني بنعمل في تول اسمها لاين. اما بنبدا اللاين ما نقفلش، يعني ما اجيش هنا والغي احط جزء من اللاين وافصل وابدا ارسم لاين تاني جديد وافصل وابدا ارسم لاين تاني جديد وهكذا. البرنامج مش هيديتكت ان ده كله كلوزد شيب. يعني هو البرنامج عشان يديتكت ان ده كلوزد شيب ويحدد لي ان دي البورده فعليا، النقطه اللي ببدا منها لازم افضل ارسم لحد الاخر لحد ما اوصل لنفس الايه الستارت بوينت، هلاقيه بالفعل حدد لي البورده دي. يعني ده التعليق على الناس اللي البورده بتاعتهم بتتباعت، بلاقي في البورده مفصوله عن الايه عن الشكل الخارجي، او بتلاقيه واخد لك المساحه السوداء اللي بره كلها عباره عن البورده. دي نفس البورده اللي احنا لسه شايفينها، انتوا اخدتوا بالكم. وهنا اخد المساحه الخارجيه كلها اعتبرها ايه البي سي بي. هنا في الكونكتور ده برضو، ده معمول له ميرور، فعشان كده هتلاقي الجزء منه في الصوره الثانيه اهو، السلك سكرين بتاعه هو والليد الاثنين معمول لهم ميرور. خلي بالنا من دي الكومبوننت يا شباب، لو عملت لها ميرور في اللاي اوت هتطلع لك مقلوبه. يعني لو انت حاطط اي سي او حاجه بتتبرمج وعملت لها ميرور عشان تحل مشكله هتعمل لك مشكله تانية بعد ما البورده تخلص، ان انت هتيجي تركب تلاقي البنات متشقلبه، اللي كان فوق بقى تحت، او اللي كان على اليمين بقى على الشمال، فاهمني؟ فدي تخلوا بالكم منها. طب سؤال لو سمحت يا باشمهندس، هو انا مفيش طريقه اتفضل. اعرف اعمل بيها نفس امر ميرور بس من غير ما اقلب البنات ومن غير ما استخدم امر ازاي موف؟ يعني انا عايزه الميرور ابدل، ده يعني؟ ما انا عارفه ان الميرور كده شقلب لي البنات بقى اللي تحت فوق واللي فوق بالظبط تحت، فانا لو هاجي اعمل الدايره دي كده دلوقتي هلحم العكس. بالظبط. انا لو انا عايزه اعمل حل مشكله في البي سي بي عندي بنفس يعني نفس امر اللي ميرور بيعمله يعني بس من غير ميرور، ما ينفعش؟ برجع بحيث انه للسكيماتيك واغير البنات اللي على اليمين تبقى على الشمال والشمال تبقى على اليمين، تمام. ماشي، شكرا يا باشمهندس. لان انا لو رحت برضو على السكيماتيك وعملت ميرور هيعمله لي ميرور في اللي اول. يعني دي حاجه الناس تخلي بالها منها. تمام، يبقى انا لو انا تمام عايزه اشقلب بدل البرنات يبقى من اول الاسكيماتيك بقى، ما ينفعش في اللاي اوت. بالظبط. يعني انا ممكن ابقى موصل للروزيتا مثلا زي كان طاحون او انديل مصطفى سعد، صح؟ اللي هي ثواني دي مثلا، يعني هو هنا حاول يحل مشكله فعمل ميرور للروزيتا. المشكله دي عشان تتحل هو كل اللي كان هيعمله كان هيرجع اللي اوت يغير البلس مكان الماينس والماينس مكان البلس، تمام؟ تمام، زي دي كده فكده تتحل المشكلة يعني من الأول خالص. بالظبط. يعني ممكن ابقى تمام، وصلت بالفعل والاقي المشكله عندي في الاخر في البي سي بي حاجه محتاجه تتبدل، برجع للسكوماتيك اعدل عشان ما تعمليش مشكله. تمام. وصلت؟ طب أيوه، وصلت. طب وأنا يا باشمهندس بعد ما أعمل دايرة وعايزة أراجعها مثلا، بس يعني مش مع يعني مفيش حاجة في البرنامج تقدر تقولي تشيك عليها؟ في دي ار سي، حاجه اسمها دي ار سي ديزاين رول تشيك، دي بتاكد من الديزاين رولز اللي انت بتحطها للبرنامج. في حاجه اسمها اي ار سي الكتريك رول تشيك. الكتريكال رول تشيك دي بتتشيك على توصيله الاسكيماتيك ذات نفسها، ان في ما فيش مثلا تراكين متقاطعين مع بعض انت عاملاهم بالغلط، تمام؟ او لو في تراكات متقاطعه وبيقول لك ان التراكات دي متقاطعه، ولو انت شايفه انها صحيحه خلاص هتقبليها، هتقولي له انها تعملي اكسبت ليها وتقولي له انها صحيحه، تمام تمام؟ هقول لكم على الاثنين برضه. حازم كان بيقول لي طيب معلش حته الروبوت تاني. حته الروبوت يا حازم اللي انا اقصده، انت لما بتيجي تعمل دايره البي سي بتاع الروبوت بيبقى فيها اردوينو. الاردوينو ليه كونكتور برمجه، تمام؟ الكونكتور البرمجه ده مدخل يو اس بي مثلا، انت اكيد الروبوت ما بيمشيش باليو اس بي. الناس لما بتيجي بقى تحط الاردوينو على دايره البي سي بي، يعني هو بقى جزء من البي سي بي، ويجي مثلا عايز يحط دايره الباور فيروح جاي ايه يعني بالغلط بتلاقي دايره الباور طالعه قدام الكونكتور الخاص بالبرمجه.
فبيبقى في مشكلة، انت عشان تبرمج كده تضطر كل مرة تشيل الاردوينو بره تبرمجه ترجع تحطه تاني في البورد. تمام، ده اللي انا اقصده، ان انت وانت بتعمل راوتنج للبي سي بي لازم يبقى عندك نظرة كده اللي هو البوردة بعد ما تخلص ايه هيكون فين، وليه محطوط بالابعاد دي، ليه محطوط بالعدلة دي، ليه يمين مش شمال، ليه يبقى بص لتحت ما يبقاش بص لفوق، وهكذا. فاهمني؟ ده اللي انا اقصده. السيد بركات، عجبني التصميم جدا، الرصة نفس الكلام زي الفل، التعليق برضو زي ما قلت الفاليو هتظهرها، لان يعني الفاليو مش معمول لها اظهار هنا، او لو هي انت عامل الفاليو هتغير بس اللاير بتاعتها. تمام، التصميم اللي اوت الخارجي زي الفل وعاش جدا، بس انا عندي تعليق وحيد، انا قلت المره اللي فاتت احنا لما بنيجي نعمل نبعت البورده تتصنع في حاجه اسمها دي اف ام او ديزاين فور مانيفاكتشرنج، او ان انت بتعمل تصميم من اجل التصنيع. الكيرفات دي لو البورد بتاعتك هتقدر تتحط جنب بعضها وما تسببش الهدر اللي هيطلع هنا ده هتبقى عظمه جدا. يعني البورد المربعه بتبقى كويسه، فاهمني؟ البورد المستطيله، البورد اللي هي كاستم شيب بس ما تسببش هدر كتير، فاهم قصدي؟ يعني لو دي بنفس الوضع ده كده بس مثلا الكيرف ده قل شويه هتبقى جامده، يعني ما تخسرش المصنع ذات نفسه، لان كل ما يبقى فيه هدر كبير على المصنع بيزود عليك كوست في التصنيع، فاهمني؟ ده التعليق، وهتظهر برضو زي ما قلت ايه، هتظهر قيم المقاومات. التراكات ماشي، بص التراك ده اللي هو معدي من جنب الروزيتا، لو انت اللي جنب البين هيدر ده، لو انت هتصنع يدوي يفضل نسحب التراك لفوق شويه ونمشي بيه كده ستريت، طالما كده كده عندنا مساحه فوق اهي. تمام، بحيث دول لما يبقوا قريبين من بعض كده انت لما تيجي تلحم نفس التعليق اللي لسه معلو هيعملوا ايه؟ هيعملوا شورت سيركت مع بعض. نفس الكلام ده، هتسحب التراك لفوق شويه تمشي بيه كده، يبقى بحيث يبقى بعيد عن البنايه اللي تحت، وده نفس الوضع، هتسحب فوق شويه تنزل بيه. ممكن بدل ما تستخدم ال 45 تستخدم الكيرفد دي برضو ايه؟ از يو لايك. نفس الوضع، تحت هنا هتسحب التراك ده بحيث يبقى بعيد عن الطرف الكوزيت، وهنا برضو نفس الكلام، اسحبه كده بحيث يبقى بعيد عن الطرف ده طالما هنصنع يدوي. انما لو مكن او ماشين اللي هتصنع مش هيفرق معايا عادي، فاهمني؟ طالما انت ماشي على الديزاين رولز، يعني هي البورده باين انها انت ماشي على الديزاين رولز، طالما ماشي على الديزاين رولز خلاص ده ما يزعلنيش في حاجه. تمام، بس عاجي جدا يعني. باشمهندس غدا حسين، كل مره في ابهار كده، في كرياتيفيتي، الوان بناتي، يعني مره بنفسجي بنغير في تنوع. السيد بركات، بص التعليق اللي انا كنت لسه بقول لك عليه اهو، شايف ان الكيرف هنا قليل، فاهمني؟ فده ما يهدرش كتير في عمليه التصنيع. قيم المقاومات، يعني التعليق اللي بحب قيم المقاومات، رصه المقاومات برضو، يعني احنا برضو اللي هو ايه، احنا يعني الديزاينر يا جماعه انتوا اكنكم بالظبط معاكم لوحه انتوا بترسموها، يعني المكونات بتاعتك دي انت لما بتيجي ترص المكونات كده المفروض تطلع من الاخر لوحه فنيه في النهايه. والله زي ما يعني انا مش ببالغ او مش بافور، بس انت فعلا انت دلوقتي اسمك ايه؟ ديزاينر او مصمم. المصمم ده المفروض في الاخر يطلع حاجه انت لما تبص لها تبقى عارف، تبقى مستريح نفسيا كده شايف لوحه فنيه قدام. تمام؟ لو باشمهندسة غدا موجوده وسامعه الكلام ده، التعديلي بقى المقاومات مع الليدات دي تبقى كده، انا قلت في الامر اللي هو الالاين تول اللي هي بتخلي لي الحاجات ستريت مع بعضها، بحيث ان انا البورد اكنها كده مرصوصه رصه محترمه. ده التعليق الوحيد. ماشي، هنا بقى نفس الكلام. ماشي، ده برضو زي ما قلت هنبعد ده عن ده عشان لما نيجي نلحم ما يبقوش ماسكين في بعض. نفس الكلام هنا، بلاش الزوايا 90، بس يعني اللي هم الثلاث تراكات اللي متقطعين دول يعني بيفضل بلاش زاوية 90، وطالما انا وصلت واحدة، يعني طالما وصلت نقطة واحدة بالجراوند سواء هنا انا وصلت دي مع دي كده، مش لازم اوصل دي مع دي تاني ودي مع دي تاني ودي مع دي تاني، وصل الفكرة؟ يعني يكفي نقطة واحدة بس تبقى واصلة بالجراوند، او ان انا اعمل اللي انا هشرحه بقى، هحاول اشرح لكم النهاردة جزء البوليجون ده واربطه بالجراوند، في اي نقطة على البورد هيوصلها لي على طول اوتوماتيك. تمام، يبقى انا هوصل بس اي سيجنال،
غير الجراوند، وانا في النهايه هعمل حاجه اسمها بوليجون واربط البورده كلها بيه وهيوصلها له اوتوماتيك. تمام، ده تعليقي على البورد اللي هي التراكات ال 45 والتراكات الزاويه 90. ماشي، الاسكيماتيك زي الفل. بالنسبه للكونكتور ده حاولوا تعرفوا بقى يعني اللي هو ايه التوصيله دي كده ستاندرد، التوصيله دي ستاندرد ان الطرفين اللي تحت بيتوصلوا بالجراوند، والطرف اللي هو الخارج ده بيتوصل بالبوزيتيف. ده الخارج يعني ده خارج الادابتور ذات نفسه. تمام، نفس الكلام مع السويتش هنا، انا بوصل على النورمالي اوبن والنورمالي اوبن، بحيث لما اضغط اعكس حالته من نورمالي اوبن لنورمالي كلوزد فيوصل. وقلت ممكن لما نجيب السويتش ده يطلع مع لوب اصلا، يعني حالته بدل ما هو نورمالي اوبن تبقى نورمالي كلوز، يعني من غير ما تضغط الدايره هتبقى شغاله، ولما تضغط هتفصل. بس ده يعني دي المشكله الوحيده اللي ممكن تقابل. ده باشمهندسه منور سلامه. تمام ماشي، يعني كبرت بس حجم البورده شويه، بس تمام مفيش مشكله. زي التعليق برضو اللي هو ايه الالاينمنت تول، هنعمل الاين للمكونات دي بحيث انها كلها تبقى على استقامه واحده، نحط فاليو للمكونات، نقرب مثلا الدايود ده من الروزيتا بحيث ان هو يبقى بعد الروزيتا دي على طول. تمام، نحاول نضم المكونات على بعضها بحيث نستغل المساحه اللي موجوده معانا ونصغرها بقدر الامكان. كنت عاملاها جنب بعض سوستات عشان اعرف اوصل. ماشي، ما احنا بنقول لو احنا لما نرص المكونات صح اما نيجي نوصل مش هتتعبنا في التوصيل. وصلت اللي انا اقصده؟ فهي بس الموضوع في البدايه ان انا اعرف التراكات همشيها ازاي. يعني انا هعمل راوتنج دلوقتي على البورت اللي انا عملتها المره اللي فاتت، هنعرف بقى ازاي يعني التراكات نمشيها ازاي منين لفين وهكذا، بحيث ان يعني نطلع بافضل نتيجه. تمام، بس في المجمل العام شغل عالي. نشوف بقى اللاي اوت او التراكات ذات نفسها، في حاجات معديه فوق بعضها. يعني التراك ده اصعب حاجه، رص المكونات بحيث تريح في التوصيل. هي فعلا هو رص المكونات بياخد وقت، يعني انت رص المكونات زي ما قلت هو ده جزء من شكل اللوحه الفنيه. تمام، اللي هو انت بترسم شكل اللوحه، اللي تحت بقى ده بقى تكملة باقي اللوحة اللي هو التوصيل ذات نفسه. تمام، طب باشمهندسة منار عايزك تركزي بس معايا كده، في حاجات هعلق عليها. التراكات انت هنا الديزاين رولز اعتقد مش ما التزمتش بالديزاين رولز اللي كانت محطوطة. يعني لو الناس اخذت الفايل اللي انا بعته لهم على الجروب زي ما هو وضافوا عليه الجزء اللي انا طلبته ما كانش هيحصل معاهم المشاكل دي، لكن الناس حبت تزود من الاول او ترسم من الاول وجديد. تمام، فهو هنا بس الديزاين رولز اللي هو موجوده هتشيل الاخطاء اللي موجوده دي، ان التراكات تعدي من فوق بعضها او ان التراكات تبقى قريبه قوي من البدات كده. تمام، يعني دي بدات لحام في تراكه اهو اتقطع معاها. تمام، ندرب ايدينا مفيش مشكله، بس الديزاين رولز ما اتعملتش، فالديزاين رولز دي لما ما تتعملش هتعمل معانا مشاكل. تمام، او اتعملت بس القيم ما كانتش مثلا صحيحه وهكذا. وفي التوصيل لما جيت توصلي بدل ما تختاري اللي هو كانوا اللي هم الثلاثه اوبشنز الخاصين بالراوتنج، بدل ما تختاري مثلا بوش اوبستكل او موف اراوند اوبستكل، اخترت اللي هو اول واحد اللي هو يعدي من فوق العوائق عادي، لو في حاجه قدامه يعدي. تمام، ده بالنسبه للتعليقات. يعني التعليق على التراكات زي ما قلت نفس اللي فات مع باقي الناس، ان الكليرنس هنا التركات قريبه قوي من البدات. تمام، بلاش الزوايا 90، بلاش تركات تعدي من فوق بعضها، بلاش ترك يبقى متكرر. يعني هنا لو الكهرباء مشيت من هنا الديزاين رولز انا يعني احنا بنقول منها كل مره حاجه، يعني زي ما قلنا مثلا برضو سمك التركات، الكليرنس بين كل تراك والتاني، بين التراك والبدات، الكلام ده كله انا كل مره بنشرح منها حاجه. ف برضو احنا بنعمل الدايرة بتاعت النهاردة تاني، هنقولها تاني مش مشكلة. طيب كده ده تعليق على البوردة دي، خلينا نشوف اللي بعد. ماشي، ده اللي اوت ده مين؟ باشمهندسة فاطمة طاهر. ماشي، السويتش
هنا التعليق على السويتش ده مش هو نفس السويتش اللي احنا كنا مستخدمينه، فلما لو انت عملت البوردة دي وصنعتيها وجيت تجيب المكونات، السويتش مش هيركب على السويتش ده، لان ده حاجة تانية خالص غير اللي موجود في السوق. الاسم هنا يبقى مكتوب في البوتوم لاير، يعني يبقى طبقة النحاس الزرقاء ده كده هيتطبع فوق البوردة، واحنا ما عندناش اصلا نحاس في البوردة من فوق لان احنا عندنا سنجل لاير. ده كان اول تاسك. تمام، اهو نفس الكلام، شفت الفوت برينت بتاع السويتش هنا مختلفة خالص، ده طالع 6 اطراف اهو. الاسم طالع هنا في التوب لاير هيبقى بس لونه ازرق. الخط اللي هو متحدد البوردة من بره ده عشان البوردة تبقى متحددة وتطلع معاك شكل، زي ما قلت هتخلي لونها ايه، يبقى في الدايمنشن لاير او اللون اللي هو الاصفر. يعني لما تيجي تختار اللاير اللي هترسمي فيها الشكل بتاع البوردة من بره، يبقى في بختار اللاير اخليها ايه، دايمنشن لاير او لون الاصفر. ماشي، اهو السويتش اللي هنا ده اللي انا قلت ده اللي هيتغير، بس يبقى سويتش اللي هو 4 طرف ده البريس. دي ايه، دي نفس البوردة، نفس البوردة بس شكل تاني صح كده. نفس التعليق برضه على السويتش هنا، دول بنهدر تمام شغال. البوردة هنا اتحددت، الاسم برضه هيبقى في البوتوم لاير مش في التوب لاير، يعني هيبقى في طبقة النحاس الزرقاء. دي البوردة التانية، التاسك التاني ماشي زي الفل. الموضوع هنا بقى فيه alignment بس، دول يعني ده بص الاتجاه وده بص الاتجاه. انت ممكن لما تيجي توصلي بالغلط غصب عنك تروح جاي مركبة ده صح والباقيين دول تركبيهم غلط، او العكس تركبي واحد فيهم صح والباقيين ركبوهم بالغلط مقلوبين. تمام، فاحنا نخلي بالنا من دول بحيث ان اللي يركب حتى لو حد غيرنا احنا اللي بيتعامل مع البوردة يبقى فاهم. تاني حاجة نفس التعليق على البورد اللي فاتت، الكونكتور بص لناحية الروزيتا، فانا عشان اوصل الباور للمدخل ده كده هيبقى عندي مشكلة في روزيتا هنا، وانا محتاج اوصل الكونكتور من المدخل ده. نفس الكلام بتاع المقاومات بقى والكلام ده، الرست المقاومات هنا عملوها اللاين فده تمام. الليدات نفس الكلام، دول لو اترصوا يعني دول انا زي ما قلت التعليق برضو، اما يبقى عندنا حاجه انبوت او اوتبوت بنحطها على الاطراف عشان نقدر ناخد منها خارج بافضل شكل ممكن، ما يبقاش عندي بورده طالعه، ما يبقاش عندي اسلاك طالعه من نص البورده تبقى عامله زي شبكه العنكبوت. فانا لما باجي احط ارص كله على المداخل والخارج كده، لما باجي احط الاوتبوت مثلا على الجنب ده والانبوت على الجنب ده، شكل البوردة حتى بيبقى منظم، يعني المداخل داخلة من هنا مثلا على الشمال والمخارج على اليمين، أو مثلا المداخل متوصلة من فوق والمخارج من تحت وهكذا. يبقى احنا يعني ده السبب إن احنا بنبدأ نرص المكونات على هذا الأساس. تمام، بالنسبة للراوتينج في هنا برضو تراكات متقاطعة أهي، دول متقاطعين مع بعض ودول برضو متقاطعين مع بعض، يعني المفروض ده 5 فولت وده جراوند، دول معديين كده على بعض ما ينفعش. نفس الكلام هنا، يبقى انا اما بنيجي نعمل راوتنج بختار في عملية الراوتنج اعمل بوش اوبستكل عشان اشوف لو في تراكين بيزقوا بعض بعرف ان انا عندي هنا في مشكلة. تمام، يبقى بلاش التراكات اللي هي ايه متقاطعة مع بعضها دي كده كأني ما عملتش راوتنج، ان هم كلهم الخمسة فولت متوصل على الـ12 على الجراوند وهكذا. تمام، هبدأ برضه اعمل راوتنج معاكم دلوقتي وهنشوف البورد مع بعض. ماشي، دي نفس ال شيء عشان فاطمة طاهر. ماشي، دي تقريبا اللي كانت بتقول انا عدلت البورد عاش جدا، بس برضه زي نفس التعليق اهو، انت حطيتي هنا المداخل خليت الكونكتور بقى باص لناحية جوه، ده اللي انا كنت لسه بعلق عليه. انا عشان اوصل الادابتر دلوقتي هوصله ازاي؟ اوصله من نص البورده، ما هيبقى فيه هنا بين هيدر، يعني حتى على التوصيله اللي انت عاملاها دي. طيب الدايود نفس الكلام، يبقى هنا ورا الروزيتا قريب منها عشان اتلافى. حاطين الدايود ده اصلا ليه؟ عشان لو انا بوصل الباور ووصلته معكوس ما يعملليش مشكله. تمام، يبقى قريب من الروزيتا اقرب ما يمكن. تاني حاجه المدخل ده يبقى بس ناحيه بره،
البين هيدر ما يبقاش ورا ورا الانبوت على طول، يعني انا محتاج اخد اوتبوت هيبقى طالع برضو من هنا عامل زي الشبكه بتاع العنكبوت، فانا اسحب دول كده خليهم هنا بعد الايه الريجليتور، يعني ده يبقى هنا مثلا، ده يبقى هنا، ده يبقى هنا، ده يبقى هنا، تمام. ده برضو الايه التعليق، والاس ما يبقاش بالاحمر يبقى بالازرق عشان يبقى في اللاير اللي تحت. تمام. الراوتنج عاش جدا، في بس الزاوية 90 ده اهي، الزاوية 90 دي بلاش. تمام. والتراكات برضو زي الفل، التراك ده يبقى بعيد شوية عن الطرف السويتش ده عشان ما يعملش شورت سيركت مع بعض، بلاش الزاوية 90 هنا، التراك ده يبقى بعيد لبره شوية عشان برضو ما يعملش شورت سيركت مع طرف الكونكتور، زي ما قلنا الكونكتور بقى هيتلف لبره هيحل مشاكل بقى. تمام. عمر السبكي، عايز الناس تركز معايا بقى يا جماعة عشان تشوفوا العظمة. ماشي، دي البوردة اللي عمر عاملها، ده اللي انا اقصده بقى بمعنى كلمة لوحة فنية. تمام. بص، عندي ادي المدخل، شايفين هنا مثلا مدخل الدي سي جاك محطوط في نص البوردة، هنا الروزيتا محطوطة على الجنب، متوضع البوزيتيف وادي النيجاتيف، الاون اوف سويتش، الاي سي هات اللي هي الخمسة 7805 و 78 زيرو تسعة وال1117 3.3 من عشرة، المقاومات معمول هنا سيمترية، اتنين الناحية دي واتنين الناحية دي، الليدات برضو نفس الكلام، لو شفتوا البوردة تحسوها ايه مرسومة، هنا برضو شكل وهنا شكل، تمام، اللي هو تحس البوردة كده معمول ايه عارفين ايه اللي كده ظهرهم لضهر بعض، متوضح ان هنا ده 3 و3، ده ال 12 فولت، ده ال 9 فولت، وده ايه الخمسة، وكاتب اسمه هنا في التوب لاير، يعني انا هعديها سكة بس مفيش مشكلة. احنا قلنا بقى لو دي هتتصنع سنجل لاير تبقى الاسم يبقى مكتوب ايه في البوتوم لاير. تمام. التراكات انا مش شايف فيها مشكلة، مفيش اي زاوية 90 ولا حاجة، هو بس لو هتبعد هتبعد ده النقطة دي بس تبقى بره شوية بحيث وانت بتلحم ما تعملش مشكلة. في تحسن، شوفوا بقى شغل ال 3D بقى، ده 3D موديل بتاع البوردة، ده فيو كده من الجنب، يعني ده فيو تاني من فوق، ده اللي انا اقصده، شايفين شكل الحرف L اهو، وده حرف L تاني، هنا للدتين وهنا للدتين، فتحس البوردة مرسومة كده. تمام. طبعا يا سوكي سامع اللي انا بقوله. تمام. ودي الايه دي اللي هي الريجليترز، وشها برضو كله في اتجاه واحد اهو، بحيث ما تعمليش ايه مشكله لما اجي اوصل ما بقاش حاطط واحد في اتجاه والتاني في اتجاه تاني، فممكن اوصلهم ايه غلط. عايز جايزه؟ ماشي يا عم مدي لك جايزه بس كمل لحد الاخر، شكلك انت اللي هتاخد البورد. في تاني نفس الكلام صامويل، ماشي نفس تعليقي يا صامويل على الكونكتور ما يبقاش باصص للجنب، تمام، عشان لما اجي اوصل هوصل ازاي لو هو باصص للجنب كده، انا دلوقتي عندي كونكتور هنا اهو، ده باصص لبره، ده زي الفل مفيش اي مشكله، الكونكتور ده باصص للجنب، عايزين بقى الكونكتور اللي باصص للجنب ده يبقى باصص لبره كده عشان لما اجي اوصل فيه ايه اطراف الباور. السويتش ماشي مفيهوش مشكلة، الدايود زي ما قلت هقرب من الدايود ده، هقربه من الروزيتا، ممكن تجيب السويتش هنا فتقلل حجم البوردة لما هتسحب الجزء اللي فوق ده كله لتحت، تمام، تظهر الفاليو بتاع المقاومات. الكيرف بتاع البوردة زي ما قلت ده هيسبب لي هدر في التصنيع، لا اما يبقى كيرف بسيط كده اللي هو يا دوبك لما يخسر مثلا المصنع يخسره كام ملي بس بسيط، ما يخسروش مثلا سنتي وشوية، فاهمني؟ الكيرفات ماشي، تراكات كيرفت كويسة، هشوف لك حاجة بلاش السبايك دي، تمام، لا إما تطلع كله كيرفت كده ده يقابل ده، يعني يجي من فوق كده لتحت كيرفت، فاهمني؟ ده نفس الكلام يبقى جاي كده عادي، يعني مش تفرق لو ده طلع، بس إن هنا تلاقيها تحس إن دي أكنها 90 بس اللي هو ايه اكنك بتنصب على السوفت وير كده اللي هو ايه هي 90 بس هي كيرف، فاهمني؟ هنا نفس الكلام، وهنا وهنا زاوية 90 برضه،
بس ده التعليق الوحيد. ايه تاني؟ بحب الالوان دي والله. محمد عبد الظاهر. ماشي، هو محمد انت عملت برضو شغل حلو، بس انت يعني انت اللي انا تعليقي برضو انت حطيت دول كده فاهمني، يعني 79.09 و78.05 و1117 3.3 من 10، يعني ليه دول بالرصة دي؟ احنا بنقول يعني الحاجات اللي هي، بص بقى، في حاجة اللي هي قوانين ميرفي، قوانين ميرفي اللي هو ميرفي رول، الحاجة اللي انت بتحطها لليوزر بتدي له اكتر من اوبشن، تأكد 1000000% ان هو هيعملها غلط، او الحاجة اللي انت شاكك ان اليوزر ممكن يعملها غلط هيعملها غلط، تمام؟ فانت لما تيجي تصمم بوردة حاول، يعني انت بتجبر اللي قدامك ان هو يستخدم، هي ما فيش غير الطريقة دي، غير كده مش هتركب، تمام؟ انما لما انا احط له اي سي واحد في جهة وواحد في جهة، او احط له كونكتور مثلا زي الروزيتا كده، الروزيتا ممكن نوصل ايه؟ ممكن نوصل بوزيتيف في مكان النيجاتيف ونيجاتيف في مكان البوزيتيف. فاحنا قلنا الحل بان احنا جايين عاملين ايه؟ دايود. يبقى هو سواء وصل بوزيتيف في مكان نيجاتيف او نيجاتيف في مكان بوزيتيف، الدايره بتاعتك مش هتتاثر. قلنا الاوبشن الثاني اللي انا مخليهوش، يبقى انا مدي له بقى اوبشن وحيد يوصل بوزيتيف في مكان نيجاتيف او نيجاتيف في مكان بوزيتيف، احط بريدج بعد الايه؟ الروزيتا. توحد كده كده الجهد اللي داخل وتشغل البورده من غير مشاكل، بس هيبقى في فرق على الدايودز اللي موجوده، او هيحصل باور لوس، تمام؟ بالنسبه لدول، يعني انا تعليق على دول هم بس، يعني كل واحد باصص في جهه ان اللي هيجي يوصل ممكن يوصل يقلب ايه؟ اي اي سي من دول، يعني ممكن يقلب ده بدل ما هو باصص لبره يخليه باصص لجوه، وهيقول لك ما ده كمان باصص لبره، لا يبقى هتلاقيه كان باصص لجوه، او ده باصص لبره ما ممكن يبقى باصص لجوه، فاهمني؟ ده التعليق الوحيد. المقاومات تمام، ممكن تكون انت مثلا في دماغك رسمه معينه فرصت الرصه دي، بس زي ما بقول لك اللي هو ايه؟ انت بترسم اللوحه، فكل واحد بيرسم اللوحه زي ما هو متخيلها، او زي ما هو حابب، او زي ما هو عاوز، فاهمني؟ ده التعليق الوحيد. كلنا طبعا اكيد لما كل واحد فينا هيمسك فرشه مش لازم كلنا نطلع نفس الايه؟ نفس الرسم. التوصيل عاش جدا، ما فيهوش يعني انا مش شايف اي مشكله في كده. الواحد لما بيبص على الراوتنج بيحس كده ديزاينر فعلا، اللي هو في بذر الديزاينر، تمام؟ فعاش جدا على الرب. في تاني ده مين؟ مش مهندسة أسماء. التعليق زي لسه، أنا لسه معلق على نفس التعليق ده من شوية، زاوية 90 الكيرف اللي في الجنب ده هيعمل هدر كتير في أثناء عملية التصنيع، تمام؟ نقلل بس، نخليه كيرفد، او نخليه نقلل الزاويه دي ذات نفسها بحيث ما تهدرش كتير في عمليه الدي اف ام او ديزاين فور مانيفاكتشرنج. نروح على الراوتنج. في الراوتنج الدنيا داخله في بعضها، يعني انا شايف في تراكات كتير واصله ببعضها، تمام؟ يعني دول في هنا حوالي 4 أو 5 تراكات متوصلين مع بعض، تمام؟ ودول حاولوا يا جماعه، يعني انتوا تختاروا، اختاروا الوان انا ابقى شايف، يعني انا مش عارف، مش حاسس لون السولدر ماسك اللي انتم مختارينه قريب من لون تراك النحاس، فانا ما ببقاش شايف الاثنين من بعض. فعامة دول المشكلة كلها هنا، في كذا تراك متوصلين مع بعض وممكن يبقوا سيجنالز مختلفة، فده يعمل مشكلة، تمام؟ بلاش ان احنا نغير في الاوبشن بتاعت في عملية الراوتنج ذات نفسها، تمام؟ فبختار ايه؟ البوش اوبستكل عشان احل المشكلة دي، وهوريها لكم تاني دلوقتي وانا باص. زاوية 90 هنا اهي، دول تراكين برضو معديين مع بعض، ما مش نفس السيجنال، معديين فوق بعض. هنا نفس الكلام، هنا زاوية 90 تحت اهي، تمام؟ ده تعليقي على البوش. بس في المجمل العام عايش، يعني في تحسن، هي تقريبا نفس البوردة، تمام؟ زاوية 90 اهي، 97 تاني اهي، 90 90 بس كده. شو حد تاني ولا خلاص؟ تمام. خلاص طيب، خلونا نفتح، افتح بقى البرنامج.
الريجليتور بتأثر بالقطبية. اه بيتأثر بالقطبية اكيد. انت لو وصلت لو عكست القطبية على البوردة، يعني لو عكست القطبية على الريجليتور ممكن يتحرق، فاهمني؟ التوب فور سيركت هينزل لك بوست بيهم يا باشا، هينزل لك بوست بأفضل التصميمات وهيتمنشن الناس اللي عملتها ان شاء الله. حتى التصميمات من اول سيشن يعني، ثم عشان السوشيال ميديا عندهم شغل حاليا، فما تقلقش هينزل في كل سيشن هينزل بوست على البيج وهيتمنشن الناس اللي كانت عامله التصميمات بتاعته يعني. طيب ده يا جماعه اللي احنا كنا عملناه المره اللي فاتت، تمام؟ اللي كنا وقفنا عند الشكل ده بعد ما رسمنا المكونات وعدلنا الاسماء زي ما احنا شايفين كده، والقيم المقاومات والكلام ده، وعملنا ايديت للديزاين رولز، وقلنا بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ نعمل راوتنج للبورده دي. وديت البورده للناس قلت لهم اعملوا لها راوتنج وايه؟ ابعتوها. فانا هبدأ اعمل معاكم راوتنج، وعايز الناس تركز معايا بقى في ايه؟ في الراوتنج بتاع البورده دي. هاجي من هنا زي ما قلنا الاوبشن اللي ببدأ اعمل بيه راوتنج اللي هو ايه؟ راوت اير واير. انتوا اخدتوا كام سيكشن لحد دلوقتي؟ دي الرابعه. اول واحده كانت نظري، ما اشتغلناش فيها حاجه خالص على السوفت وير. اتكلمنا عن انواع الكونكتورز المختلفه والبي سي بي واللايرز بتاعتها والكلام ده كله، وطرق التصنيع وطرق التجميع. السيشن اللي قبل اللي فاتت عملوا دايره ال اي دي مع مقاومه مع سويتش او مش بطن، يعني اربعه طرف لو بريس ده. السيشن اللي فاتت دي عملوا البورده اللي هي موجوده قدامك دي، اللي هي باور ديستريبيوشن، بتاخد 12 فولت سواء من ادابتر موجود فيديوهات، بس لسه ما اترفعتش للاسف لان الفيديوهات كبيره، تمام؟ فهتنزل ان شاء الله تترفع. انا بس قابل حد من الشباب اخد منه الفيديوهات كلها وهتكون موجوده يعني اونلاين، تمام؟ البورده اللي موجوده قدامكم دي عشان الناس اللي اول مره تحضر، هي بورده باور ديستريبيوشن بتعمل توزيع للباور. انا لما بوصل ادابتر 12 فولت او معايا مثلا باور سبلاي 12 فولت، باخد منه اوتبوت من بره، تمام؟ المفروض انها تطلع لي 12 فولت، تطلع لي 9 فولت، وتطلع لي 5 فولت، وتطلع لي 3 و3 من 10 فولت، تمام؟ ده بالنسبه للبورده دي. وعملنا المره اللي فاتت الاسكيماتيك، وقلنا ازاي نعمل الاسكيماتيك بتاعنا الكومبوننت والكلام ده، ازاي ننزلها، وشرحنا الليبلز المختلفه وازاي نستخدمها والكلام ده كله. رحنا هنا عدلنا، حطينا ديزاين رولز، قلنا ديزاين رولز عشان احطها باجي من هنا ايديت بختار ديزاين رولز من فوق اهي، وقلت ان انا اللي يهمني من الفايل واللايرز والكلام اللي موجود هنا ده كله الكليرنس. وباجي هنا كل اوبشن بقف عليه بيوضح لي بالرسم هنا ايه اللي هو يقصده، تمام؟ وقلنا هنا اللي يهمني برضو السايز اللي هو المينيمم ويدث بتاع التراك هيبقى قد ايه، او اقل سمك للتراك يبقى قد ايه، والمينيمم دريل اللي هو اقل ثقب في الدايره يبقى قد ايه، تمام؟ بس قلنا ده اللي يهمنا في البورده كلها، وقلنا ابلاي واوكي. دول الحاجتين اللي عدلناهم، الكليرنس والايه السايز بتاع التراكات والكلام ده. وقلنا لما نيجي نعمل راوتنج، قلنا هنيجي نعمل كده راوت اير واير، هلاقي باي ديفولت هو مختار لي اللاير بتاعتي ايه، التوب لاير. هاجي انا من هنا اخليها بوتوم لاير، واجي هنا على الويدث بتاع التراك اختار السمك اللي انا عاوزه، تمام؟ لو انت حطيت المينيمم ويدث كان كام؟ 8 من 10. لو انا جيت اقول له دلوقتي طب انا عايز استخدم 2 من 100 او 2 من 10، وجيت ابدا اعمل راوتنج كده مثلا وليكن للجزء ده، هلاقيه باي ديفولت خلى لي التراك كام؟ 8 من 10، لان انا قلت له المينيمم يبقى 8 من 10 مللي، تمام؟ ممكن ابدا اتحرك ببكره كده لحد ما اكبر زي ما انا عاوز، بس لو حاولت اقلل مش هيقبل اقل من ايه؟ من 8 من 10، تمام؟ هاجي هنا اول حاجه كده التراكات دول الاثنين واصلين مع بعض اهو، هاجي اعمل كده وصلتهم ايه؟ مع بعض، الزاويه هي 45. باي ديفولت البرنامج انا مختار الزاويه 45، وقلت ممكن اعمل ووك اراوند اوبستكل، يعني هلف حوالين العوائق اللي موجوده ما امشيش فوقها، او اعمل بوش. ده الاوبشن اهو، الثلاث اوبشنات تاني. الناس اللي المشكله لما بتحصل معاك بيبقى انت البرنامج باي ديفولت بيبقى مختار لك ايه؟ عامل اجنور اوبستكل دي، يعني تجاهل لو في اي عوائق بيعمل لها تجاهل. احنا هنعمل ايه؟ بوش، يعني هنزق العوائق لو موجود.
تمام، انا هعمل راوت سريع ومحتاج الناس تبقى ايه مركزه. اهو ابدا امشي كده، تمام. عملت مثلا التراك ده ومحتاج اسحب، ممكن اجي اعمل كده موف اهو. تمام، محتاج ده يجي ازاي؟ ده مثلا عايز يجي هنا، ماشي. ممكن نكمل الباقي، وده ايه؟ ده النيجاتيف، ماشي. خلي النيجاتيف دلوقتي، نكمل الباقي. باقي ده مثلا توصل كده، نفس الكلام البوزيتيف. انت لما بتضغط كده وتختار التراك بتلاقيه عامل لك هايلايت المفروض يروح فين، تمام. باك جراوند، ممكن اجي اعمل انا الجراوند ده اول واحد هيبقى طالع اهو، همشي كده. المفروض انه يبقى رايح فين؟ رايح للجراوند اللي هنا ده. طيب ممكن نيجي نعمل، ماشي، خلينا زي ما احنا هنقول له هنيجي نوصل، اوصل لده كده، ماشي. خلينا نكمل البقية اللي هنا ده، ممكن اجي بقى اوصل ايه نقطة بنقطة كده هنا، ما عملتش اوتراتور على طول ليه؟ هقول لك دلوقتي ايه مشاكل الاوتراتور. عايزك بس تركز في الراوتنج اليدوي، ماشي. هنا بقى الجراوند، دي مش زاوية 90 كده يا شباب، مش زاوية 90، لأن ده طلع هو من نقطة ماشي لنقطة تانية. زاوية 90 لما يبقى التراك ذات نفسه ما فيهوش أي نقط هنا، دي نقطة، دي كونتاكت أو نقطة اتصال، تمام. خلينا نوصل برضو دي كده،
تمام كده، مش باقي لي هنا غير ايه النيجاتيف ده والبوزيتيف. البوزيتيف اهو امشي على طول من هنا كده، قلت عشان احذف تراك بعمل له يبقى ممكن اجيب ده كده واخدين بالكو، بيحاول يزق التراك التاني اهو عشان يعدي، انما ما عداش من فوق. ماشي، ممكن نوصل طيب. نعمل كده ممكن من فوق الجراوند. لا احنا ممكن نحذف ده خالص، تمام، نيجي نوصل ده تمام، لأن النيجاتيف مش ممكن. ما انا هعمل كده، خلينا نسحب ده الأول كده كمان سيكا، نجيب ده سيكا كده عشان ندي مساحة للتراك يتحرك. ماشي، مفيش مشكلة. طيب ممكن نعمل كده قبل ده، جراوند. ماشي، لا مش شرط اكبر برضه ليه، واحنا لو كل مشكلة قابلتنا كبرني البرد عشانها كده يبقى في تصميمات هتطلع معانا احجامها مبالغ فيها يعني. بقي بس الماينس ده، ماشي ممكن نعمل قبل ده نعدي ده كده. احنا خلاص يعني احنا مش محتاجين بقى ده، يبقى الدنيا مزنقة فيه أوي كده. زق ايه مش عادي، معدي اعمل داري اب كده
نعم نعم بقى الحمد لله. تمام، عملنا راوتنج جاي من غير ما نعدل المساحة. ممكن بقى نعدل شوية حاجات كده، يعني نيجي مثلا نخلي ده كده، هو هنا مكتوب عليه عشان اعمل زوم ان. لما تعمل زوم ان هتشوف اللي مكتوب على التراكات، انما لو هي بعيدة كده مش هتشوف اللي مكتوب عليها. لازم تعمل زوم اوت كده، زوم ان خالص، عشان نشوف كل سيجنال اسمها ايه. تمام، في شوية بقى اللي هو التحسينات كده، تعدل مثلا ده. تمام كده يا شباب. طيب انا كنت بقول حاجه بقى، يعني دلوقتي لو انت واخد بالك، المفروض ان نصغر المساحه ولا شكل الدايره. لا يعني مش موضوع شكل الدايره دلوقتي، يعني انا مش بعمل ده عشان شكل الدايره، ولا نصغر المساحه برضه. يعني المساحه على حسب، انت ما بتحطش المساحه دي بمزاجك، على حسب المساحه المتاحه ليك انت، فاهمني؟ يعني انت لما تروح مثلا تصمم سيستم لحاجه معينه، الحاجه دي بتبقى لو هي الجزء الاكستيريور ديزاين او التصميم الخارجي بتاع الجهاز اتصمم خلاص، انت بتبقى عارف، يقول لك انت معاك اكس واي ما تتعداهوش، يعني معاك مثلا 10 سم 5 سم لا تتعداها، او بيدي لك بورده مثلا بتاعت السيستم ده القديمه وانت تاخد الابعاد بتاعتها. تمام، ما هو موضوع الزوم هو اسم التراك، بس لما كنت مديله اسم، بس في حاجة تانية انا حتى ممكن ما بقاش مديله اسم. يعني في هنا ده مثلا ما هوش واخد اسم اهو، بس ظاهر لي اسم النت ذات نفسها. تمام، الكوست. طب ماشي، ما هي الكوست، انت لو ايه المشكلة في شكل الدايرة، فاهمني؟ يعني انت لو رصيت شكل الدايرة اهو بالشكل ده، تمام، وجيت انت بتتكلم بقى في موضوع، طب الاولويه ان صغر المساحه ولا شكل الدايره. ما هو شكل الدايره والمساحه مش هيفرق معاك في حاجه، فاهم قصدي؟ انما موضوع القص ده يبقى متوقف عليك، ما على مساحه، بس المساحه هي اللي هتكلفك اكتر، انما هي نفس المكونات ونفس الرسم، فاهمني؟ فده في موضوع تقليل التكلفه. طيب بص يا شباب، دلوقتي لو انا عملت دي كده، المفروض ان احنا قلنا ان التراكات الزرقاء دي او المسارات الزرقاء دي بتبقى عباره عن ايه؟ مسارات نحاس. والبورده لما انا بجيبها كلها، يعني المساحه الصفراء اللي بره دي، الخط الاصفر ده اي حاجه جواه بتبقى نحاس كلها. فانا عشان اعمل ده بعمل ايه؟ بعمل ترانسفير من الشكل اللي انا رسمته ده، بحوله على حبر او بطبعه باي طبعه، بس تكون طبعه حبر ليزر، تمام؟ على ورق من نوع ورق كوشيه. المفروض هننزل نعمل سيشن عمل ان شاء الله، هتشوفوا الموضوع ده. عم بجيب الورق الكوشيه واطبع عليه التراكات دي، بعد كده بكويها على النحاس اللي معايا، يعني البورده فيها على ايه؟ البورده النحاس. فالحبر ده بيسيب الورق الكوشيه وينزل على الايه؟ على البورده النحاس اللي معايا. طيب يبقى ايه اللي حصل كده؟ انا غطيت اجزاء بالحبر من النحاس، الاجزاء اللي انا غطيتها بالحبر دي اللي انا رسمتها، يبقى اللي انا رسمه ده هيتحول لحبر، وبعد كده هيغطي لي ايه؟ اجزاء من النحاس، بحيث انا لما احط البورده دي في حمض يكون اقوى من النحاس،
في سلسله النشاط الكيميائي، هيروح جاي عامل لي ايه؟ هياكل لي اي نحاس ما هوش عليه طبقه تحميه من من التاكل، تمام؟ ما هوش عليه ايه؟ طبقه تحميه من التاكل، يعني اي نحاس تاني في الجو من غير الحبر اللي عليه ده هيتاكل، الا الحبر اللي موجود، الا الطبقات اللي موجود فوقها الحبر. فبالتالي لو انا هستنى ان الحبر ده كله يتاكل او النحاس ده كله يتاكل، هيبقى الموضوع مرهق جدا، لان انا هنتظر لحد ما الحمض ياكل كل النحاس ده، الا لو معايا حمض سريع، تمام؟ يعني لو معايا حمض سريع الموضوع هيختلف. انا اعدل ده برضو كده. تمام، لو معايا حمض سريع الموضوع ايه هيختلف. طيب، طب لو انا معيش حمض سريع ومحتاج الموضوع يبقى اسرع، انا مش محتاج النحاس اللي بره ده كله يتاكل، انا محتاج بس ايه؟ افرغ بين ممكن اسيب النحاس اللي بره الزياده عادي، وافرغ بينه وبين التركات اللي انا محتاجها. يعني اجي هرسم هنا كده مثلا على سبيل المثال، جيت انا رسمت هنا كده، شكل اهو مثلا، تمام؟ وجيت على الشكل ده، قلت له مثلا الشكل اللي انا رسمته ده انا هملاه نحاس، يعني ده كله هيبقى من جوه كده نحاس، هو مش عامل كونتاكت مع اللي جنبه اهو، مش عامل كونتاكت مع اللي هنا تحت ولا اللي هنا في الجنب، فمش هيعمل لي مشكله. وهيطلع لي هنا ده هيطلع لي حبر فهيغطي لي الجزء ده. نفس الكلام اللي عملته هنا هعمله هنا واعمله هنا واعمله هنا. بس الموضوع طبعا قال لك لو الموضوع عشان انا تعمله بايدك كده الموضوع مرهق، فقال لك ايه، انت ممكن تحدد البورده كلها وهي تعمل لك الاوبشن ده اوتوماتيك. اي حاجه انت محتاجها هي البورده هتروح جايه عامله لها زي اكسكلود، او انها هتعتبرها موجوده مش محتاج ان هي تتشال، تمام؟ فيسيب لك الايه، التركات النحاس اللي انت محتاجها. طب والباقي، باقي المساحه يعمل ايه؟ قال لك هيسيب لك كليرنس او مسافه بين التراك النحاس ده وبين النحاس اللي هيبقى بره، بحيث انا لما اجي اكل البورده، اما يجي الحمض ياكل، هياكل ايه؟ هياكل المسافات اللي هتبقى بينه. طيب خلونا نشوف المثال ده عملي. في هنا تول اسمها بوليجون، تمام؟ وهي حتى شكلها ايه؟ شكل خماسي كده. بختار التول دي وباجي هنا، هي برضه هتبقى بختار اللاير، لان ممكن تبقى في التوب لاير، تمام؟ فانا هقول له خليني في البوتوم لاير لان دي طبقه النحاس اللي انا شغال فيها حاليا. وبختار الويدث بتاعي، هو متحدد اهو 8 من 10 باي ديفولت، ده سمك التراك اللي انا هبدا ارسمه عشان يحدد لي البورده بتاعتي. هو دلوقتي محتاج ان انا ايه، احدد له المكان اللي هيعمل لي عليه بولوجن او اللي هيغطيه لي بالنحاس. ما قلت ان السبب ان احط نحاس زياده ان انا اقلل وقت التحميض، ده حل، يعني ده حل من الحلول او سبب من الاسباب ان انا بحط الايه، النحاس الزياده ده. الحل الثاني اللي هو لما ندخل في جزء ادفانسد بعد كده، ان انا بعمل جراوندنج للدايره، بمعنى ان اي جراوند في الدايره او اي نيجاتيف بوصله بالنحاس الزياده ده، يبقى انا اي نقطه ثانيه في الدايره عندي هيبقى متوصله بالجراوند، فاي نويز في الدايره او اي مشكله هيحصل لها جراوندنج على طول، او هيبقى في نقطه جراوند قريبه منها، تمام؟ كده ان شاء الله اكون جاوبت على السؤال. فانا كده بعمل زوم ان كده اهو، وده دي حاجه مهمه، ومختار البوليجون تول، باجي هنا اقف بالماوس كده، كيرسر ماوس اهو عند النقطه اللي هي في البدايه، انا اعتبرها صفر وصفر بس هي صفر و55، تمام؟ واضغط كده، بدا لي ايه، ده بدايه الخط اهو، ده بدايه البوليجون. لازم النقطه اللي انا بدات منها دي هلف، يعني انا هلف كده حوالين البورده كلها وارجع للنقطه دي وانهي عندها، تمام؟ اهو انا همشي كده لليمين، هعمل زوم ان تاني، تمام؟ هقول له مثلا انا هقف هنا، هنزل تحت، هنا برضو نفس الكلام، وهنا هطلع فوق، اقول له انا هنهي عند النقطة دي اللي انا بدأت منها، وضغطت دبل كليك، بيقول لي عايز تسمي السيجنال نيم ايه؟
يعني البوليجون او المساحه النحاس اللي انت هتعملها دي عايز تربطها بسيجنال معينه في البورده، هنا ممكن اسيبها وممكن ما اسيبهاش. انا اول مره كده هسيبها، تمام؟ فهقول له سميها اكس مثلا، بافتراض ان انا ما عنديش اي حاجه اسمها اكس في البورده، واقول له اوكي. لاحظ بقى الخط المنقط اللي ظاهر ده، تمام؟ ده اللي بيحدد لي ايه المساحه اللي هو هيملاها بالنحاس، تمام؟ يبقى ده كده حدد لي اهو، واخد لي ابعاد البورده، تمام؟ دي ابعاد البورده كلها. في هنا كذا اوبشن هو بيبقى مديهولك، حاجه اسمها سوليد. سوليد دي يعني المساحات اللي انا بحدد له البورده دلوقتي، بقول له الحاجه اللي انا مستخدمها دي خليها، والباقي املاه لي بالنحاس المساحات الفاضيه، بس يكون نحاس سوليد، يعني النحاس اللي انت هتسيبه لي يبقى ما فيهوش اي تقطيعات، ما فيهوش اي مشاكل، حاجه كده بيقول عليها ايه، شايف اجيبها لكم بالعربي. سوليد يعني ايه بالعربي يا جماعه؟ حاجه صلبه، اللي هو حاجه كلها بلانك او ممسوحه، فاهميني؟ مش عارف اجيبها لكم ازاي، هتشوفوها دلوقتي. مصمطه، مصمطه، استاذ سبحان بيقول كده، حاجه مصمطه، تمام؟ اما النوع اللي تحت اللي جنبه ده هاتشد. هاتشد يعني انت ممكن تلاقي بدل ما هو مصمت، لا ده هو عباره عن خطوط، والخطوط دي متقاطعه مع بعضها، تمام؟ او الكات اوت، تاني اخر خطوه. ما عملتش حاجه غير ان انا رسمت البوليجون اللي بره ده. اقول رسمته تاني ازاي ولا ايه؟ مش فاهم. اللي بعدها ما اخترتش حاجه لسه، يعني كل اللي اخترته بعدها لسه ما عملتش حاجه، انا بس رسمت ده البوليجون. التنقيط ده، ما هو التنقيط ده يتحدد لوحده، انت مجرد ما بترسم البوليجون من اول نقطه لحد اخر نقطه وتقفل عندها هيتحول لوحده اوتوماتيك لايه، لخط داش دي كده او خط منقط، معنى كده ان ده البوليجون بتاعه، تمام؟ او دي المساحه اللي هيشتغل فيها، تمام؟ جاوبت على سؤالك، تمام. ابدا اشوف بقى الفيتشرز او اللي هو الاتريبيوتس الخاصه بالايه، بالبوليجون ده. هتلاقي هنا لك نوع البوليجون ذات نفسه، هل هو هيبقى سوليد او مصمت زي ما حازم قال كده، ولا هيبقى هاتشد، يعني البوليجون بتاعي يبقى طالع لي خطوط بالطول وخطوط بالعرض ومتقاطعه مع بعضها، تمام؟ ولا هيبقى كات اوت. كات اوت ده بمعنى اللي هو حاجه مقصوصه من حاجه، يعني انا ممكن احط هنا بوليجون واجي ارسم بوليجون تاني جوه في النص كده وبقول له اعمل لهم اكسكلود من بعض، فاهمين قصدي؟ يعني جبت جزء طرحته من جزء تاني، جبت ورقه مثلا كامله وقصيت منها دايره، ده اللي هو عمليه الايه، الكات اوت. فاحنا بنشتغل على السوليد ده، واحيانا لو محتاجين الكات اوت هنستخدمه، تمام؟ ده اللي هو ايه، السوليد. باقي الحاجات اللي هنا دي خاصه بالفيتشرز اعلى، بس احنا يعني سايبين السيرمال اون دي. السيرمال اون ده حاجه خاصه بالايه، دوائر بيبقى فيها حراره عاليه والكلام ده. في هنا الدروب اورفنز والكيب اورفنز برضه نفس الكلام، يعني دي لما يبقى في الاجزاء اللي هي الصغيره دي، تمام؟ حاجه مثلا مسافه صغيره بينك وبين التراكات، هسيبها ولا خد؟ احنا بنقول له اعمل لها دروب، يعني ما تعمليش قطع نحاس صغيره كده ملهاش اي لازمه في الدايره، يعني لا. انا هوريكم قصدي ايه دلوقتي. طيب في حاجة تانية اسمها الايزوليت. الايزوليت ده الايزوليت والسبيسنج اللي هي المسافة بين التراك وبين البوليجون اللي هيترسم. خلينا اوري لكم عمل، يعني انا رسمت البوليجون دلوقتي، عايز اشوف بقى شكل البوليجون عمل هيبقى عامل ازاي. بختار التول اللي هي راتس نست اللي موجودة هنا دي كده، مجرد ما هضغط عليها ركز في شكل البوردة هيتغير، هيبقى شكله عامل ازاي. اهو راتس نست، ادي شكل البوردة. ايه اللي حصل دلوقتي؟ حصل فيل للمساحات اللي هي ما كانش فيها نحاس بالنحاس، بس في حاجة ان هو ايه، النحاس عمره ما هيتقاطع مع حاجة تانية، تمام؟ يعني النحاس الزيادة اللي انا رسمته بره ده مش هيتقاطع مع حاجة تانية. في حاجة هنا بيقول لي ان التراك ده لسه مش واصل، فعشان احل المشكلة دي انا هعمل كده ريب قبل دول، واعتبرهم ان هم مش واصلين، تمام؟ احيانا وانت مثلا بتبقى بتعمل الامر موف بيروح جاي مثلا عامل لك قطع في التراك ده، ممكن برضو زي الوضع.
تمام كده يا شباب. ده بالنسبة لإيه؟ للبوليجون. طيب أنا رسمت البوليجون ده ولقيته قريب قوي من بعض، وعندي مشكلة إن أنا عايز أوسع المسافة دي. باجي أروح جاي أعمل كده جروب، وأعمل سيلكت للبوردة كلها، تمام؟ ومن أمر تشينج هتلاقي هنا كل ما يخص البوردة بتاعتك، تمام؟ ممكن تيجي تعمل تشينج لإيه بقى؟ احنا قلنا في الأيزوليت وفي السبيسنج، صح؟ السبيسنج هنا هو مختارها كام؟ 1.27 مللي بينه وبين ايه؟ بين التراك، بينه وبين بين البوليجون وبين التراكات بتاعته، تمام؟ ممكن عايز تزود، ممكن تزود عادي هنا، تختار المساحه اللي انت عايزها او المسافه اللي انت عايزها. وليكن مثلا احنا هنقول له احنا محتاجينها مثلا 1.5، تمام؟ واقول له اوكي. طيب هو لسه ما اتعملش ابلاي برضو للي انا اخترته ده. هاجي في اي مساحه فاضيه، كليك يمين واقول له اعمل لي شينج جروب. ممكن انت ما تلاحظش ان اللي حصل قوي، بس لو خلينا لو كبرنا كمان شويه، شينج تاني الايزوليت السبيسنج، تمام؟ خلينا 3 مثلا واقول له شينج جروب. انا كل ده بعدل في ايه؟ في السبيسنج، في الايزوليت. ايوه، ما هو في ايزوليت وفي سبيسنج، فاهمني؟ احنا دي لسه معموله صفر، فانا عملت دي كده 8 من 10، لان القيم دي هتبقى كبيره. يعني انا هسيب 1.7 من 10 مللي ده، او 1.27 من 100 مللي، هيبقى كبير قوي. فخلينا مثلا نقول له خليها 8 من 10 مللي. يبقى انا كده بغير في ايه؟ في الايزوليت 8 من 10 ام ام، واقول له اوكي. هاجي اضغط كليك يمين واعمل شينج جروب. يعني هتلاقي ممكن تحس بالفرق شويه لو اكبر كمان شويه. شينج الايزوليت خليها 1.27 مثلا، شينج جروب، المساحه بدات تزيد اهي تاني اهو. شينج الايزوليت خليها مثلا 2 وشويه المره دي، شينج جروب، وهكذا. واخدين بالكم كل ما بزود دي المسافه اللي هي 2 وشويه مللي. يبقى انا هعمل كده شينج الايزوليت وارجعها تاني، خليها مثلا 8 من 10 مللي، تمام؟ يبقى انا بسيب 8 من 10 بين كل التراك وبين ايه؟ مسارات النحاس. طيب عايز اشوف شكل البورده اللي هتطبع تاني. ايه؟ تغير في المسافه بين التراكات والبوليجون. بتغير المسافه بين التراكات والبوليجون اللي هو امر ايزوليه. بقى البورده اللي هتطبع دي، او ان انا اطلع الملف اللي انا هطبعه بقى، ما انا هصنع يدوي. باجي من هنا، ركزوا في الجزء ده عشان ده المهم. انا خلاص دلوقتي خلصت البورده وعايز ابدا اصنعها. باجي من هنا اللاير سيتنجز دي، بعمل هايد لللايرز، بخفي اللايرز كلها، بظهر ايه؟ محتاج البوتوم لاير ومحتاج البادز، تمام؟ ولو في فايز، بس احنا ما عندناش هنا ايه؟ فايز. وبعمل الان راوتد عشان لو في حاجه عندي انا نسيت اوصلها تظهر لي على شكل اير فاير، تمام؟ والدايمنشن عشان يظهر لي حدود البورده، واقول له اوكي. ده شكل البورده بتاعتي. وانا هنا كده لو انا شايف حاجه عايزه تتعدل بعدلها قبل ما اعمل عمليه طباعه، تمام؟ طيب انا شايف البورده تمام، ما فيهاش حاجه عايزه تتعدل، اروح جاي اعمل برنت، تمام؟ ده شكل البورده اهو. هتلاقي هنا ممكن تبقى الاوبشنز دي مش محدده، انت بتخلي البورده بتاعتك تبقى بلاك، يعني انت هتطبع حبر اسود مش الوان. تاني حاجه ان البورده تبقى سوليد، ما تطلعلكش هاتشد مثلا، ما تطلعلكش التراكات بتاعتك عباره عن خطوط او مقطعه. المفروض افضل ايزوليت يبقى كام؟ ما هو مش افضل ايزوليت يبقى كام بقى؟ انا قلت دي ليها رولز، يعني هناخدها لما نحتاج، تمام؟ فخلي الايزوليت دلوقتي، انا قلت لو انت هتصنع يدوي، لو انت هتصنع يدوي خلي الايزوليت قد التراك مثلا. يعني انت عامل التراك 8 من 10 مللي، خلي الايزوليت قد التراك، اكنك سايب تراك مسافه تراك على اليمين ومسافه تراك تاني على الشمال. في حاجات اما نيجي نتكلم عن الهاي سبيد بي سي بي او الكلام ده، الحاجات اللي هي بتبقى فتره ضغوط عاليه بيبقى لها حسابات اصلا للايه؟ للايزوليت والكلام ده كله، تمام؟ والتراك ويتس وهكذا. ففي الاوبشن هنا بختار ايه؟ اخلي الدايره بتاعتي تبقى بلاك وسوليد،
تمام. السكيل فاكتور ده اهم حاجه، اي حاجه تانية ما تلعبش فيه. يعني السكيل فاكتور خليه واحد زي ما هو. حتى انت لما هتروح تطبع البورده تتاكد 100% ان البورده مطبوعه بسكيل 100%، يعني زي ما انت مطلعها من البرنامج تطبعها. لان لو الطبعه اللي انت بتطبع عليها بتعمل سكيل للورق، يعني بتصغر حجم الورقه او تكبرها، هتيجي تخلص البورده وتركبها هتلاقي في مشكله ان التراكات مش بنفس الابعاد اللي انت عاملها، والمسافه بين البدات مش نفس البدات اللي انت عاملها. تمام. تاني حاجه بتختار حجم الورقه بتاعتك هنا A4 زي ما هي متحدده هنا اهي، تمام، والمكان اللي انت عايز تسيبها فيه. فهي مثلا هنا متسيبه باي ديفولت في البروجكت اللي هو اسمه سكند سيشن، باسم سكند سيشن دوت بي دي اف دوت بي دي اف. قول له اوكي. كده بيعمل بروسيسنج اهو كده الفايل ايه طبعا. لو انا عايز اشوف الفايل ده هرجع للكنترول بانل بتاعت البرنامج كده، اضغط على السهم اللي جنب سكند سيشن بحيث اقفل البروجكت، واضغط عليه كمان مره اهو، جالي ايه فايل سكند سيشن دوت بي دي اف. لو انا جيت كده فتحته ظهر على الشاشه الثانيه اهو، تمام. ده شكل البورده ايه اللي انا عملت لها سيف، اخليها سكيل 100%. ده لو انا هطبع. لو انا الناس، لو انت الجهاز بتاعك شغال شاشه واحده بس مش موصل لشاشه ثانيه في الجهاز، ممكن تخلي السكيل بتاع الشاشه ده 100% من هنا كده، يعني تخلي دي 100%، واي مكون معاك ممكن تقيسه على الشاشه. تاني، لو انت معاك مكونات وشاكك قبل ما تصنع البورده ان المكون اللي انت مستخدمه ده ممكن ما يبقاش نفس المقاس او ما يركبش، بعد ما بعمل عمليه طباعه بخلي السكيل 100% وبتقيس مباشر على الشاشه، يعني الحجم ده بحجم البورده بتاعتك الحقيقي بالملي. طيب في حاله ان انت موصل شاشتين الموضوع هيختلف، يعني ما تعملش الحركه دي. لو انت موصل شاشتين تفصل الشاشه الثانيه عشان الشاشه بتاعتك الاساسيه ترجع للوضع الطبيعي بتاعها اللي هي الحجم البيكسلز الطبيعي بتاعها، تمام. هنا يبقى لما بتوصل شاشتين بيحصل زي سكيلنج كده للشاشه، ما بتبقاش بالابعاد الحقيقيه بتاعتك. وده اللي هو انت يعني اللي هو الناس اللي بتسأل، طب انا اعرف منين ان البورده بتاعتي هتبقى صحيحه من قبل ما اصنع؟ هو ده، انت معاك الابعاد الحقيقيه بتاعت البورده بتخليها سكيل 100% وتبدا تقيس المكونات بتاعتك عليها، يعني تحط المكونات كده تثبتها على الشاشه، هل فعلا السويتش ده هيركب هنا؟ اه، بتلاقي الابعاد بتاعت الرجول قدام الفتحات بتاعته بالظبط، الابعاد مثلا بتاعت الكونكتور بتاع الدي سي جاك هتلاقيها قدامه بالظبط، الريجيليتور نفس الكلام، البين هيدر نفس الكلام، الليد والمقاومات نفس الوضع، تمام. طب انت مثلا جيت كده لقيت التراكات هتبقى رفيعه قوي بعد ما تطبع على حبر، ممكن ترجع تاني للبرنامج وتكبر الايه التراكات دي، تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كل المشاكل اللي ممكن تقابلك. في حد كده عنده اي مشكله تانية او حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي؟ حد عنده أسئلة يا شباب؟ تمام. تمام. طيب أنا هاجي أقفل بقى أستنى البروجكت. نحن نتريك والله. ما أنا بس عشان كده شكلكم الفار شكله كابس على نفسهم لسه. جماعة افتح مايكات ورد علينا، ما حد بيرد. شكلهم ناموا بجد. ايه ده؟ في غير حوالي 4 خلاص الريكورد ده يا ابني. الحين يا عم مفيش غير 4 اللي بيردوا يا جماعة، افتحوا المايكات كلكم، يلا موجودين، افتحوا المايكات وردوا موجودين شباب. ايوه السلام عليكم. تمام. السلام. كله يفتح المايكات. في واحد بصوا موجود اهو. تمام دلوقتي انا هخرجه من الميتنج. تمام يا ستي. تمام. اللي مش هيفتح المايك ومش هيرد يبقى مش موجود معانا في الميتنج ده اصلا. موجودين والله. موجود موجودين. تمام. 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 موجود. تمام. يا جماعه. كله رد يعني. في باشمهندس زياد محمود ما ردتش. شكله مش معانا. موجود معانا فتح المايك. شاطر.
وصامويل رد نورة. رد. اه نادي عليكم بالأسامي يا جماعة، باشمهندسين، بس ركزوا عايزة كده، عايزين تفكركم بريك. طيب بالريكورد للميتنج. ها ما انا بقول لك وقفي الريكورد ده، هنمثله هنمثله بالموضوع يعني. لا هنمثله لا مش القهوة. هنمثله. لا بص يا حازم، احنا هنبدأ في السيشن الجديد النهاردة. عايز تقوم تعمل قهوة بقى براحتك يعني، it's up to you دلوقتي. طب ما تديهم بريك يا باشمهندس، 5 دقايق أو 10 دقايق كده، طيب يا جماعة، بقالنا ساعة ونص شغالين. نعمل حاجة خدوا بريك 10 دقايق تمام، وارجعوا الساعة دلوقتي 11 و17 دقيقة. هاخد بريك 8 دقايق، بريك 8 دقايق يا جماعة، 8 دقايق يعني. هنبدأ 11 25 دقيقة، عدى دقيقة منهم يعني، هنبدأ معاكم 7 دقايق دلوقتي. حد عايز يعمل فيهم حاجة؟ فأنا معاكم بقى، لو حد عاوز يسأل في حاجة اسأله عادي، يعني أنا موجود أهو لحد ما باقي الناس تركب. حد عاوز يسأل في حاجة؟ هو موضوع ان انا اقيس الكومبوننت ده مش ممكن اعمله بالتول بتاعت الدايمنشن من جوه البرنامج نفسه، بدل ما اقعد ماشي، اقيس في ما فيش مشكلة، ممكن تعمله بالتول بتاع الدايمنشن. بس في حاجة، انت دلوقتي لو التول بتاع الدايمنشن انت استخدمتها دي، هي هتقيس لك بس اللي هو ايه، الاوتسايد دايمنشن، فاهمني؟ يعني الابعاد اللي بره او المسافة بين الرجول. انت دلوقتي معاك حاجة ليها اكتر من رجل، محتاج تشوف اللي هو البيتش، المسافة بين كل رجلين مظبوطة ولا لا، فاهمني؟ تمام. يعني انا محتاج اركب المكون ذات نفسه، او لو حاجة مثلا ليها ابعاد خاصة محتاجة بروح جاي مركب المكون نفسه، اي احطه على الشاشة كده اتاكد ان هو فعلا هيبقى ايه مظبوط، تمام. فاهمني؟ في اصل انت لما تيجي في الاس ام دي هتلاقي مثلا اليو اس بي كونكتورز والحاجات دي بتبقى الابعاد بتاعتها صغيره جدا، اللي هو مثلا المسافه بين كل رجل والتانيه 1 من 10 مللي، 2 من 10 مللي، 27 من 100 مللي، فاهمني؟ فاللي هو حتى انت لو معاك ادمه او بليز بتقيس بيه مش هتعرف تسحب الابعاد دي، لان الابعاد بتبقى صغيره جدا. تمام فهمت. انا كان فكري ان انا بحط مسطرة على الشاشة وبقيس. لا مش مسطره، مش هتحط مسطره بقى، فاهمني؟ هو في الاول يعني قبل الموضوع ده كنا بنعمل كده فعلا، او كنت تاخد والله، او كنت تطبع التصميم على ورقه بعد ما تخلص وتشوف بقى هل هو صح ولا في مشكله وترجع تعدلها. انت هتلاقي كل الديزاينرز اصلا كانوا بيعملوا كده في البدايه، يعني اغلب الناس تلاقيهم ايه يعني، لو انت شفت كده مش عارف، في ناس على لينكد ان حتى الان والله بيعملوا كده فعلا، بيقيس الحاجه على الشاشه او يجيب مسطره ويقيسها على الشاشه ويقيس المكون اللي في ايده شوفهم مظبوطين ولا لا. يا ساتر يا رب. والله عشان كده انا دايما بنقول ايه، قبل ما تبدا تصمم دايره لازم المكونات كلها تبقى معاك، عشان تبقى عارف ان لما انت ممكن تصمم تروح ما تلاقيش اصلا المكونات اللي انت حاططها في البورده دي، فاهمني؟ ايوه خلاص تمام شكرا. على فكرة ان انا افتح ايه الكومبون كنت بعمل كده، ايوه، ما هو كلنا كده. لا بتشهد على خرابيش مطرح تقول لي الكومبون. البوليجون تاني بسرعة. ماشي يا عم حاضر، من عينيا انت تقفر، نظهر اللايرز كلها. هعمل هاجي اضغط بره كده اقول له ريب اب ويعمل ديليت يا عم. تمام، حذفنا البوليجون اهو، باجي من هنا تاني بختار امر بوليجون، بقولت بروح على الكروس اللي هو في اول الشاشه كده عشان ابقى ضامن فعلا ان انا بادئ من النقطه دي، لان انا هنا الريزوليوشن انا عاملها عاليه جدا، ممكن اضغط تيجي هنا مثلا، لان اصغر مربع من دول زي ما قلت ايه هو 25 من 1000، 25 من 1000. اضغط كده هنا واعمل زوم اوت بقى، اتحرك لحد الاخر. تمام اهو نفس الكلام، هقف مثلا، انا عايز اقف وليكن هنا مثلا، انزل تاني تحت، عشان كده بقول لك لازم يبقى معاك ماوس بيسهل معاك التصميم وبيقلل يعني بيسرع عملية الديزاين. نفس الكلام هنا، هنا اطلع فوق، اي ماوس اي ماوس هينفع ان شاء الله، حتى ماوس اللي هو الماوس سلك ده، فاهمني؟ اطلع فوق كده بس، هنا
اختار اسم السيجنال لو انت عاوز سيجنال معين. طب احنا المره اللي فاتت ما حطيناش اسم سيجنال او كنا مسمينه اكس، المره دي خلينا نسميه جراوند. تمام، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. انا قلت هنا في عندي ايه ثلاث اوبشنات، اللي هو ان انا اخلي البوليجون سوليد، ان انا اعمل عمليه الفيلنج بتاعت النحاس دي تبقى كلها سوليد او مصمطه، او انها تبقى هاتشد تبقى عباره عن خطوط بالطول وبالعرض كده، اكنها تظهر لك اكنها شبكه او جريد. القات اوت ده ان هو اكنك عندك اتنين بوليجون وبتطرحهم من بعض، او عندك ورقه وبتقص منها حاجه من النص، ده اللي هو القات اوت. قلت السيرمال اون والسيرمال اوف ده خاص بالدوائر اللي هي الهاي سبيد اللي بقى فيها حراره والكلام ده كله. نفس الكلام مع الكيب اورفنز والدروب اورفنز، ده اللي هي القطع النحاس الصغيره انت مش هتشوفها دلوقتي تمام، بس ممكن قدام تظهر معانا المشكله دي ونبدا نحلها. قلنا الايزوليت اللي هو بيحدد لي المسافه، هو باي ديفولت بيبقى زيرو تمام، انما احنا هنا اخترناه كام؟ 8 من 10. الايزوليت ده بيحدد لي المسافه بين النحاس اللي هيبقى بره وبين طبقه النحاس اللي انا او التركات النحاس اللي عندي في البورد. تمام، الرانك والحاجات دي مش هشرحها دلوقتي، بس الرانك ده هنحتاجه في حاجات متقدمه شويه، لو هنشرح حاجه دبل لاير وفيها حراره او كده ومحتاجين نعمل هيت سينك على البورده ذات نفسها هنستخدم الرانك ده. فاجي دلوقتي اقول له ايه، انا عملت البوليجون، هعمل بقى راتس نست، عمل لي ايه، احط لي النحاس الزياده اهو، بس عايزك تركز بقى في حاجه، واخد بالك ايه اللي حصل هنا؟ وصل لي الجراوند بالايه؟ بالبوليجون. وصل لي الجراوند هنا بالبوليجون، وصل لي الجراوند هنا بالبوليجون، وهنا بالبوليجون نفس الكلام. تمام، يبقى اي نقطه كده، اي نقطه متوصل فيها البوليجون، معدي فيها البوليجون ده بقى جراوندد. يعني لو انت جيت محتاج تاخد جراوند او 0 فولت من النقطه ده اهي من النحاس ذات نفسه، هتقدر تاخد 0 فولت عادي. محتاج تاخد 0 فولت من هنا من النحاس نفسه، تقدر تاخد 0 فولت عادي، وهكذا. وصلت الفكره؟ تمام، ما بعد اذنك يا باشمهندس، اتفضل. هو انا ليه بقى ما اعملش اوتو راوتنج على طول؟ ما نعملش ليه؟ ما نعملش اوتو راوتنج. خلينا نعمل لك اوتو راوتنج ونشوف الفرق بين البورده دي تمام وبين البورده الثانيه. ماشي، خلينا نرجع اعمل كده. ده اختار ده كده واقول له ديليت، ديليت خالص، انا مش عايز البوليجون دلوقتي في حاجه. وهعمل ريب اب واقول له جو. يس، شال لي ايه؟ التركات اللي موجوده في البورده كلها. تمام، ادي الاوتو راوتر، هقول له ما تديش اكسس للتوب لاير، اشتغل على البوتوم بس، خليك شغال اوتو، والايفورت يا عم اعمل ايه، اقصى ابذل اقصى جهد ليك. اوتو جريد سيلكشن ممكن اسيبها، وممكن احط له ايه، ممكن احط له انا الجريد بتاعي اخليه 3.225% زي ما انا مختاره مثلا. ده اللي هو ايه ده؟ الجريد ده اللي هو زي ما قلت الشبكه اللي هي بتبقى ظاهره ورا دي. اوكي، تمام. ماكسيموم نمبر اوف رانينج ثريد هو اقصى حاجه اصلا اثنين، وهقول له اوكي او كونتينيو. يبدا هنا يقول لي ايه، هو مديني مستني ان انا ادي له امر ستارت عشان يعمل 16 محاوله تمام، ويشوف لي اعلى محاوله فيهم هتجيب كام في الميه. فانا هقول له ستارت تمام، هو بدأ يعمل راوتنج اهو. تمام، بص في حاجات وصلت ل 100%، هو لسه هيعمل، هيوصل هيخلص 16 محاولة. تمام،
هي الحاجات دي اللي هي الوصلات ولا ايه؟ الايه؟ عدد الوصلات يعني، هو بيمشي على عدد الوصلات لا الوصلات مش عدد الوصلات، 16 دولت اللي هم، هو بيعمل 16 محاولة عشان يوصل لك بأقصى ايه؟ لأفضل توب راوتنج أو أفضل عملية راوتنج. يعني أنت خدت بالك هنا النسبة، هنا البرسنتج كام؟ 96%، هنا 100%، بس شكل التراكات يعني مش لطيف. هتلاقي في تراكين هم متداخلين في بعض، فاهمني؟ اللي بعدها ده شكل تراكات برضو، ده انا ده اللي انا اقصده. شايف عمليه الاوتو راوتنج بتطلع لك التراكات شكلها عامل ازاي؟ هنا نفس الوضع، هنا انت بقى بتبدا تتحرك في ال 16 دول. ده دي دايره بسيطه، يعني انت متخيل مثلا ان دي دايره بسيطه مطلع قاعد فيها شويه يعمل بريسنج برضو وقت لا باس به، تمام؟ وفي الاخر التراكات ما بتبقاش طالعه افضل حاجه، لانه في الاول وفي الاخر ماشين، وبرضه لسه جزء الاي اي ما هوش باور فيها. لو ظهر خطوط لونها احمر وازرق يبقى كده اوتو راوتر وهو بيعمل صح توب وبوتوم. اه يعني احنا قلت وانا بختار ما بديش اكسس للتوب، بدي للبوتوم بس اللي هو ايه، بدي له اكسس او بسيبه زي ما هو. فانا دلوقتي لو انا محتاج واحد من دول يا محمد، مش اللي كان بيسأل محمد النحاس تقريبا، ايوه انا معاكم. تمام، ممكن اختار واحد من دول واقول له مثلا انا محتاج ده واقول له اند جوب، ممكن تمام؟ انا بقى اعدل انا عليه مثلا، ماشي. ماشي ممكن تعمله، بس زي ما بقول لك بقى هتقعد تعدل على الزوايا ال 90 اللي هنا دي، تمام؟ الكلام ده كله. بس ده اللي هو ده بالنسبه للاوتو راوتر. احنا رجعنا بقى، ده شكل البورد اللي احنا كنا عاملينها، تمام؟ كده جاوبت على الاسئله. تمام كده. اه فعلا لو مشروع كبير ممكن يفضل يوم، يحاول يوم كامل وممكن ما يوصلش. خلي بالك انا، انت عارف والله العظيم كان في حاجات كبيره انا كنت ببقى شغال فيها عملت لها انا اوتو راوت، فاهمني؟ بس انا كنت ببقى عايز حاجه افضل. يعني كنت اقول ايه، طب ما انا اسيب الجهاز يعمل اوتو راوتنج. فعلا والله كنت بسيب الجهاز يعمل اوتو راوتنج لحد الصبح واقوم الاقي ما خلصت راوتنج. ممكن استخدمها على رولز ما فيش اوتو راوتر؟ مش فاهم، افتح المايك وكلمني كده عشان انا مش فاهم. الانجليزي بيدخل مع العربي ما بقاش فاهم ايه المقصود. في شروط ممكن احطها وهو بيعمل اوت راوت عشان ما يدخلش الحاجات في بعضها مثلا، او يستخدم مثلا ماشي، او هو كده كده يستخدم اصلا هو زاوية خلي بالك الوصل هو ما... للتاج. هو دلوقتي معتمد على الديزاين رولز اللي انت حاططها له برضه، بس السوفت وير ذات نفسه مش باورفول في جزء الاوتو راوت، فاهمني؟ يعني انت بتبقى حاطط له برضه رولز وهو برضه بيخرج عنها في حته التراكات اللي انت بتشوفها متقاطعه مع بعضها والكلام ده. لو عايز اشيل التراكات كلها احولها ايه؟ لهوايه ولا ايه؟ مش فاهم يا حازم. لو عايز اشيل التراكات النحاسة احولها لتراكات هوائية، يعني بحيث اوصل توصيلات من جديد. منين او ازاي؟ من هنا ريب اب كده، تمام؟ عايز تشيلهم كلهم مره واحده صح؟ امر ريب اب، روح اعمل جو من فوق اهي، في علامه خضراء اسمها جو، هيقول لك اعمل ريب اب للسيجنالز كلها، اقول له يس، شال لي ايه؟ كل التراكات النحاس. عايز تعمل ديليت للبوليجون، هتيجي هنا على الحرف كده، الحرف بره، وتختار ريب اب، تروح جاي ضاغط ايه؟ المفروض ان في هنا التراك اللي انت كنت راسمه اللي هو بيحدد البوليجون اهو. اما ضغطت ضغطه ظهر، ضغطت عليه كام مره، تعمل له ايه؟ ريب اب، تمام؟ تمام. عايز ارجع تاني ونفس الكلام، ممكن ارجع ايه طيب. ايه تاني؟ بص بقى، في شايفين السنجل لاير مود ده، ده اللي هو شكل البورده اللي هي في السنجل لاير. يعني بقول لك البورده بتاعتك بقى شكلها كده. لو عايز اعمل لها فليب، ده ظهر البورده، يعني ده المفروض لما تقلب البورده ده ظهرها اللي انت تبقى شايفه، تمام؟ عمليه الفليبنج لاب من فوق، من هنا كده ارجعها تاني، ده الوش بتاع البورده من فوق اللي انت تبقى شايفه من فوق. نقفل بقى ده كده، اقول له سيف، تمام. نبدا على خير كده السيشن الجديده. اجي هنا نقفل ده الاول،
اجي على البروجكت كليك يمين اعمل نيو بروجكت ونقول له ده سيرت سيشن كليك يمين تاني واعمل نيو سكيماتيك تمام. كنا متفقين ان احنا هنعمل ايه دايره اي ار سنسور تمام. فلو انا لو انتوا شفتوا كده الاي ار يعني انا من شغلي قبل كده في المسابقات اللاين فولور والروبوتكس والكلام ده هنا اقول لك. فاحنا مثلا لو هنستخدم فيها هتلاقي سي ان واي 70 ده حاجه. الحاجه الثانيه التي سي ار تي 5000 في الكيو تي تمام. خلينا نجيب ايه عند ميكر الكترونكس انا عايز الناس تركز في الجزء ده لان ده مهم. يعني الحاجات دي مش هتلاقوها يعني الحاجات اللي هي المعلومات التكنيكال دي حتى ما كنتش بتتقال لنا في المسابقات. لو انت كان بتشرح لك الاي ار بيتعمل ازاي وخلاص وانت ايه ربنا معاك. الناس اللي عارفه الاي ار سنسور او اللي دخلوا مسابقات روبوتكس او لاين فولور قبل كده عارف ان الاي ار سنسور ده ما هو اللي عباره عن ايه لدايه اي ار وفوتو ترانزستور او فوتو دايت بيستقبل الضوء الاي ار اللي خارج منه. وظيفتها كلها انها تعمل ديتكت لللاينز سواء ابيض او اسود. هي بتعمل ديتكت للاثنين بناء على السيجنال اللي راجع لك منه. فلو انت جيت تشوف مثلا في سنسور زي ده اسمه ايه سي ان واي 70 ده بيبقى جايب لك كده الاي ار والترانزستور الاثنين باكج واحده كده ما بيتشالوش من بعض. يعني هم جايين عمل لهم باكجينج بحيث اي نويز خارجيه ما هو الاي ار ده عباره عن ايه انفراريد يعني ضوء اللي هو فوق بتاع ده اشعه فوق بنفسجيه ولا تحت حمراء اشعه تحت حمراء تمام. ده اللي الاشعه تحت الحمراء غير اليو في اللي هو تحت فوق بنفسجيه دي اشعه تحت حمراء اللي هو بيطلع من الاي ار. طيب بتستقبله فين؟ بستقبله على الفوتو ترانزستور ده. لو في هنا اي ضوء ثاني سواء بقى ضوء خارجي او الكلام ده الفوتو ترانزستور ده بيقرأ اي ضوء حواليه. وهو عمليه الباكجنج دي ان هو يغطي لك الاثنين كده وان هم يبقوا في حاجه مستطيله ده بيبقى باصص تحت لللاين عشان ما يتاثرش باي نويز حواليه. ده بالنسبه للسي ان واي 70. غير كده ان الاثنين لازم يبقوا مع بعض ان لاين يعني الاثنين في نفس الخط او بنفس المحاذاه بحيث السيجنال اللي هتطلع من ده اما يحصل لها ارتداد تتعكس على اللي جنبه بالظبط تمام ما تتشتتش بره عشان يحقق دور. نفس الكلام هنا مع الايه التي سي ار تي 5000. بس هنا لو خدت بالك كمان ان التي سي ار تي 5000 السي ان واي 70 احسن منه. ليه؟ هنا انت هنا الليدات معمول لها باكجنج كل حاجه سواء الليد ترانزستور بس الاثنين ايه بعاد عن بعض. مش بعاد عن بعض بقى مش معمول لهم باكجنج من بره يعني لو اي نويز جيب برضه هتاثر عليه. بس النويز احنا بنقول بنحلها ازاي بالجزء اللي معمول هنا ده مثلا اوب ام مع مقاومه متغيره وشويه مقاومات هنا على مخصفات اللي هو كفلاتر يعني بيعمل فلترز تشيل النويز اللي داخله وتطلع خارج ديجيتال بدل الخارج الانالوج اللي هو بيطلع لك مثلا قيمه من 0 ل 5 فولت ممكن تبقى 2 من 10 فولت 1 فولت 2 فولت 3 فولت 4 5 وهكذا. لا ده هيطلع لك يا اما صفر ان فيه او ابيض وخمسه ان هو ايه اسود او العكس صفر ان هو خمسه وخمسه ان هو ايه؟ صفر ان هو ابيض وخمسه ان هو ايه اسود. تمام؟ ده بالنسبه للاي ار سنسور. ده اللي هو التي سي ار تي 5000. ده السنسور الثاني. طيب هل في سنسورات ثالثه؟ الافضل من الاثنين دول بقى اللي هي الكيو تي. عايز برضو عشان لو حد ان شاء الله فكر يدخل مسابقات او كده. UTR دي افضل سنسورات اي ار ممكن تستخدمها. السنسورات اصلا بتبقى بروجرامبل
تمام، ده شكل السنسور اللي هي الحتة الصغيرة خالص دي، وده عشان تستخدمه أصلا لازم يكون بينه وبين الأرض كام ملي، ده هو مش مسافة كبيرة، يبقى شغال اللوجيك ليفل بتاعه 3.3 مش 5 فولت كمان، تمام 3.3 والجراوند، وبيطلع لك إيه الخارج بتاعه على الرجول اللي موجودة هنا دي، خارج ديجيتال تمام او انالوج. وانت ليه اصلا يعني الناس اللي مصنعين البورده دي او اللي مصممينها عامل لها لايبراري خاصه بيها عشان البرمجه والكلام ده، يعني دي افضل، يعني انا بقول هي افضل بورده بسبب ان انا شفت الاداء بتاعها في المسابقات مقارنه باللي احنا كنا بنعمله يدوي او الدوائر الناس التانيه كانت بتجيبها جاهزه والكلام ده. بس خلينا مثلا نفترض ان انت عايز تعمل البورده دي تمام، ان انت دلوقتي معاك ال تي سي ار تي 5000 حلو، وعاوز تاخد الخارج بتاعه تعمل ايه؟ تدخله على كومباراتور، والكومباراتور ده هيشوف لو اعلى من الفاليو، يعني انت بتغير بقى المقاومه دي، عايزه يديتكت مثلا عند الوايت ولا يديتكت عند البلاك وهكذا، بتغير المقاومه دي محطوطه، بتحط في ريفرنس او بتحط لك ريفرنس فولتج، وهو لو مثلا لو اللي على البوزيتيف ده اكبر من الجهد اللي على النيجاتيف هيطلع لك ايه الفي سي سي اللي هم الخمسة فولت، لو اللي على النيجاتيف اكبر من اللي على البوزيتيف هيطلع لك ايه الجراوند. وصلت الفكره يا شباب؟ يبقى تاني ده السنسور بتاعنا اهو، الجهد داخل الفي سي سي داخل على مقاومه وليكن 150 اوم او 220 اوم، والاي ار دي عباره عن ليد عاديه خالص اللي هي لونها اصفر اللي هي لونها ازرق دي تمام، بيطلع منها يدخل على الجراوند، يبقى انا كده شغلت الليد. طب الناحيه الثانيه ناحيه الترانسميتر، في ترانزستور، بس الترانزستور ده مش ترانزستور عادي، هو فوتو ترانزستور، يعني هيبقى شورت سيركت او هيمرر لي التيار في الدايره دي في البرانش ده لما يجي عليه ايه ضوء الاي ار. فلو انا قلت دلوقتي ده ما عليهوش ضوء اي ار، معنى كده ان هو اوبن سيركت، يعني اي جهد جاي من الفي سي سي هنا هيدخل على المقاومه دي هيطلع على الدايره على طول صح، لان مفيش حاجه تحته، او ان دي اوبن سيركت مش هيقدر يكمل المسار بتاعه غير في النص اللي هنا ده. طيب لو انا قافل الدايره دي دلوقتي، يبقى الجهد اللي هيجي من هنا هيمشي، الترانزستور ده معمول له شورت سيركت هينزل للجراوند، يبقى جهد النقطه دي في الحاله دي بزيرو، في حاله ان هو موصل بزيرو تمام، في حاله ان هو مش موصل بتبقى ايه الماكسيمم او اللي هو الفي سي سي. بس طبعا ممكن عشان احنا زي ما قلت ان الفوتو ترانزستور ده ما بيبقاش شغال على الاي ار بس، ده بيديتكت اي نوع من الاضاءات اللي بتبقى موجوده حواليه، فعشان كده هتلاقي الخارج اللي طالع هنا بيبقى خارج فارييتد، او ان هو خارج متغير، مش خارج لا صفر لا خمسه بالظبط، لا ممكن يبقى 1 فولت، ممكن يبقى 2 فولت، ممكن يبقى 3، ممكن يبقى نص وهكذا، عشان كده بندخله على ايه؟ ما يسمى الكومباراتور او المقارن. ان انا عندي قيمتين جهد بقارن بينهم، لو القيمه اللي على البوزيتيف اكبر من اللي على النيجاتيف بيطلع لي الجهد الفي سي، لو القيمه اللي على النيجاتيف اكبر من اللي على البوزيتيف بيطلع لي الجهد السالب في سي او الجراوند. تمام كده الدايره دي واضحه؟ تمام. طب بقى الناس تمام. تاني بس ده دي عباره عن ليد عاديه خالص تمام، ادي مقاومه، لو انا وصلت 5 فولت وبعد كده مقاومه وبعد كده الليد، الليد دي هتشتغل صح. الليد دي بقى يعني هي احنا قلنا ان هي ليد عاديه، بس الليد بتطلع ايه؟ بتطلع ضوء انت بتشوفه بعينك، انما دي اي ار ليد، يعني الضوء اللي هيبقى طالع منها انفراريد، انت مش هتقدر تشوفه بعينك، بس لو فتحت الكاميرا بتاعت الموبايل ممكن تشوفه تمام. طيب اللي بيستقبل الضوء اللي بيطلع منها ده ايه؟ الفوتو ترانزستور اللي هنا ده. الفوتو ترانزستور ده من اسمه يعني هو عشان يشتغل لازم يحتاج ضوء، عشان يبقى شورت سيركت لازم يحتاج ضوء، يعني مفيش هنا بقى ايه بيز وكوليكتور وإميتر عشان اشغل الترانزستور، لا ده هنا ده لو طبق عليه اي ار هيبقى شورت سيركت. طيب انا جاي لي في سي سي من فوق رايح على مقاومه 10 كيلو، بعد كده المقاومه ال 10 كيلو دي دخل على الترانزستور بعد كده على الجراوند، لو ده اوبن سيركت يبقى الدايره دي مش هتكمل، يبقى الجهد اللي هيطلع من هنا الجهد عند النقطه دي كده هو جهد ايه؟
الفي سي سي اللي هو الخمسة فولت. طب لو ده شورت سيركت يبقى الجهد هيجي الخمسة فولت هيجي يمشي في المقاومة بعد كده يمشي في الترانزستور بعد كده يروح الجراوند، يبقى دي كلها شورت سيركت، يبقى الجهد في النقطة دي زيرو فولت. تمام، ده ضوء الاي ار اهو جه شغل الترانزستور فخلى لي هنا ايه زيرو فولت. طيب انا قلت ان اي ضوء بيشغل الفوتو ترانزستور ده يعني اي ضوء هيأثر على الترانزستور ممكن يخليه اللي هو ايه اكنك معاك حنفيه، الحنفيه دي بتشتغل بالضوء، كل ما كميه الضوء تبقى كبيره الحنفيه هتفتح اكتر. هو نفس الوضع كده، ممكن يبقى فيه كميه ضوء قليله، ممكن يبقى فيه كميه ضوء كبيره، ممكن يبقى فيه كميه ضوء متوسطه وهكذا. هو نفس الكلام ده بيحصل مع الفوتو ترانزستور، فهتلاقي الجهد اللي طالع هنا ما هوش ثابت، ممكن يبقى صفر، ممكن يبقى واحد، ممكن يبقى 2 فولت، ممكن يبقى 3 فولت، ممكن يبقى نص فولت وهكذا. فبنحل المشكله دي ازاي؟ الجهد اللي طالع من هنا بقارنه بقيمه معينه، لو هو اعلى منها هيطلع لي ايه؟ 5 فولت. ما انا لسه بقول اهو والله، نراعي ايه؟ نراعي ان السنسور ذات نفسه اولا يبقى معزول، ثانيا ان الخارج بتاعه بحاول احل المشكله ان انا اطلع خارج ديجيتال، لا خارج ديجيتال، الخارج اللي طالع من هنا ده بيبقى انالوج او خارج متغير. يعني الخارج ما بيبقاش ثابت، القيمه بلاقيها عماله تتغير من صفر ل 5 فولت وتنزل تاني. انما انا دلوقتي محتاج خارج لا اما 0 فولت ان فيه او 5 فولت ان ما فيش، او ان 0 فولت مثلا ان انا واقف على الوايت وال 5 فولت ان انا واقف على ايه؟ البلاك. تمام؟ فانا دلوقتي بحط ريفرنس فولتج، بقول له لو الجهد اللي خارج من الفوتو ترانزستور او من الدايره بتاعت السي ار تي 5000 اكبر من القيمه اللي هنا دلوقتي يبقى انا هيخرج لي ايه؟ الفي سي سي اللي هو ال 5 فولت. لو اقل هيخرج لي ايه؟ النيجاتيف في سي سي او الزيرو فولت. حتى هنا هتلاقوا هو حاطط مقاومه متغيره عشان يغير الريفرنس فولتج اللي هو بنعمل بيها عمليه الكاليبريشن. تمام؟ الجهد الدايره اللي محطوطه هنا دي انت ممكن تعملها في السوفت وير. يعني انت ممكن تقرا جهد انالوج وتحوله لديجيتال في السوفت وير. تقول له مثلا لو اكبر من 512 اللي انت اللي هو مثلا اكبر من 2.5 فولت هيبقى واحد مثلا، ولو اقل من 500 من 500 يبقى زيرو. ده حل بالسوفت وير. طب انا مش هعرف اعمله بالسوفت وير ومحتاج اقرا على طول ديجيتال مره واحده، ما عنديش بالنت انالوج، بنعمل الدايره اللي موجوده دي التي سي ار تي 5000، باخد الخارج بتاعه على كومبارتور ايا كان بقى الكومبارتور ده ايه، والاوتبوت بتاعه ده هدخله على الايه؟ مايكرو كنترول، لان الخارج اللي هنا دلوقتي هيبقى طالع لي يا اما زيرو يا اما 5 فولت، يعني هيبقى طالع لي بلصات يا شباب، بلص اما زيرو يا اما ايه؟ 5. تمام؟ بدل ما يبقى طالع لي الاشاره اللي هي الانالوج اللي عامله زي الساين ويف دي. تمام؟ ودي الاشكال بتاعته بقى، يعني اللي انت هتلاقيه في السوق هو ده، انت لما تروح تشتريه بيبقى كده، ممكن تلاقي سعره 10 جنيه، ممكن يبقى سعره 12 جنيه، اللي هي الحته دي بس لوحدها. السنسور كله على بعضه، يعني انت لما تروح تجيب السنسور على بعضه كله هتلاقيه ب 30 جنيه اللي هي الحته دي. تمام؟ سهل دلوقتي بنعمله عشان الناس بس اللي هو ايه تستفيد منه. انت ممكن تيجي في المسابقه تعمل موديولز يعني كذا سنسور وتوصلهم جنب بعض وتضيق المسافه وتوسع زي ما انت عاوز، وممكن تعمل دايره واحده فيها اكتر من سنسور. بس المشكله لما تيجي تحب تضيق المسافه بين السنسورات انت خلاص هتبقى صنعت، فاهمين قصدي؟ بالنسبه للسي ان واي 70 هو نفسه شرحه هو بالظبط التي سي ار تي 5000. هتشيل البلوك كده وتحط البلوك اللي موجود هنا، خلي بالك ان الترانزستور مقلوب، لان دي انا يعني انا كنت صممت دايره وبعد ما عملتها اكتشفت ان انا هنا قالب الترانزستور. حتى هتلاقي بالك ان الايه الاميتر هتحطه لك فوق وعكسه لك مع الايه مع الكوليكتور. فالحل بتاعه ان انت مثلا ده لو ده جاي له الجهد من هنا والجراوند هنا، ده هيبقى الجراوند بتاعه هنا والخارج هتاخده ايه من تحت من هنا، فدي تخلوا بالكم منها. ايه الفرق بين ايه؟ ما قلنا الفرق بين التي سي السي ان واي 70 والتي سي ار تي 5000. قلنا ده الباكجنج بتاعه ذات نفسه ما بيحميش الضوء اللي بيجي عليه كله. يعني تاني دي دايره اهي، اي ضوء دلوقتي اي ضوء تاني اي ضوء هيجي على الترانزستور هيحس بيه لان مفيش باكجنج حواليه، بخلاف ده في باكجنج حواليه بره اهو
والليدات انت ما تعرفش تفكها، يعني هي الليدات بتجي لك في باكجنج كده معمول زي ما تقول مصبوب، يعني هو مصبوب بلاستيك ومتسيح على السنسورات ذات نفسها، فبيحمي لك ايه السنسورات من النويز اللي بتيجي حواليها من بره. احنا كنا عشان نحل المشكله دي واحنا في المسابقات بتاعت سي ار تي 5000، يعني انا فاكر باشا كنا بنجيب عارفين اللي هي الكوبايات بتاعت القهوه دي، كانوا جايبين كوبايه القهوه الكرتون وقصينها ومقفلين بيها على السنسورات عشان ما تتأثرش بأي نويز حواليها. وانا فاكر في مسابقة من المسابقات والله العظيم كان حصل معايا مشكلة، كنت رحت جايب لبانة ورحت جاي، كنت انا دايما لما باجي اعمل التصميم بتاع الدوائر ببقى مقفل على الدوائر بتاعت الاي او، جبت لبانة وقفلت بيها على البوردة من تحت عشان الروبوت لما يبقى ماشي يبقى ماشي على اللبانة دي ما يحصلش فيه مشكلة. والله كان حتة يوم اللي هو انا داخل المسابقة ومش لاقي حل، عايز الروبوت يمشي ومفيش ما يعملش مشاكل في التراك، لأن أنت لو الروبوت لو خربش التراك أو عمل فيه مشكلة بتبقى ديسكواليفايد أو ماينس. فاللبانة طبعا هتبقى أحسن حاجة، اللي هو حاجة سموز التراك، الروبوت يمشي على التراك من غير ما يخربش ولا يعمل حاجة، ومشي الحمد لله. يوم برضو السفنج اللي كنا بنستخدمه حوط عليه السفنج برضه، السفنج لأن السفنج من اللي هو الحاجات اللي بتمتص أي حاجة حواليها. ومستنى بيكنس التراك نفسه. غير وفعلا بيكروس تراك. في حاجة تانية بقى، لو حد فيكم بيفكر يدخل مسابقة السومو، السفنج ده أخطر حاجة ممكن تستخدمها في مسابقة السومو. بمعنى السفنج من الخصائص بتاعته، لو أنت سلطت على السفنج ألترا سونيك أو ألترا ساوند ويفز بيمتصها، ودي مصيبة بيمتصها. لما مسابقات السومو دي يا شباب بتبقى عبارة عن الروبوتات بيتخانقوا مع بعض، أو اللي هو إيه اللي يشوف التاني بيزق بره الحلبة بيطلعه، تمام؟ الروبوتات عشان تشوف بعضها بيبقى فيه إيه؟ أوبشن من يعني فيه أوبشنز كتير جدا، ممكن تستخدم أي آر، ممكن تستخدم ألترا سونيك سنسورز أو ألترا ساوند سيستم. الترا ساوند سنسور اكتر الناس بتبقى معتمده على الالترا ساوند والالترا سونيك، لان هم اكتر حاجه الرينج بتاعها عالي، مش زي الاي ار، الاي ار الرينج بتاعه بيبقى محدود قوي، تمام؟ فكانت الناس بتبقى معتمده على الالترا ساوند. احنا كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا رايحين جايبين السفنج وملزقينه على الروبوت من بره، او نحطه في الروبوت من جوه بحيث ان هو ايه لما يجي الالترا ساوند تخبط في الروبوت السفنج يمتصها، فالروبوت اللي قدامك ما يبقاش شايف اصلا ان انت موجود قدامه. دي حاجه. الحاجة التانية لما كنا بنيجي نصمم التصميمات بتاعة الروبوت، كنا بنعمل التصميم ذات نفسه في زوايا، في زوايا يعني الروبوت يبقى فيه أكتر من زاوية، زوايا مختلفة، بحيث لما تيجي الألترا ساوند عليه أو الأي آر يحصل لها ريفليكشن، يعني اللي هو إيه يحصل لها ريفليكشن تعكس في اتجاهات مختلفة، ما يبقاش الروبوت عارف يحدد الإشارة جاية له منين أو السيجنال دي رايحة فين، تمام؟ الحاجات دي ممكن برضه اللي هو إيه احيانا لو حطينا في كراسه الشروط ممكن تعمل لكم مشكله، ان هو بقوا شرطين عليكم مثلا ما حدش يستخدم سفنج او ما حدش يستخدم مثلا ماتيريالز من الالومنيوم معينه في الروبوت او الكلام ده. الحاجات اللي انا بكلمكم فيها دي الناس عامله فيها ابحاث. طيب نكمل. احنا دلوقتي الظاهر قدامنا اهو، انا عايز اجيب الدائره اللي كانت موجوده دلوقتي. بص بقى، في حاجة أنا دلوقتي قلت الإيه؟ اللون الأسود واللون الأبيض، يعني الأي آر ده كله وظيفته إن هو يديتكت اللون الأسود من اللون الأبيض. ليه؟ باعتماد إن اللون الأبيض بيعكس أي حاجة بتيجي عليه. يعني لو أنت جبت ورقة بيضة وسلطت عليها أي ضوء هتعكسه. والعكس لو جبت ورقة سودة وسلطت عليها أي ضوء هتمتصه. تمام؟ لذلك انت حتى كان بيجي يقول لك ايه اقفل البس ابيض عشان يعكس الاشعه اللي بتيجي عليه اشعه الشمس، وفي الشتاء البس اسود عشان يمتص الاشعه فتدفيك، تمام؟ ده نفس الكلام المبدا اللي بقى قايم عليه الدايره دي. انت لما هيجي الاي ار ينزل على الاسود هيمتصه، فالتي سي ار تي 5000 اللي هو الاوتبوت بتاعه هيبقى طالع لك ايه 5 فولت، والعكس لما يجي عليه الاي ار يجي على الابيض هيعكسه، فالدايره تبقى مخرجه لك ايه في التوصيله اللي قدامنا دي، ان انت ممكن تعكس التوصيله عادي، ممكن تخلي المقاومه تحت والترانزستور فوق، فالوظيفه هتبقى مقلوبه، تمام؟ بس دي التوصيله دي افضل. اللي انا عشان برضو الناس تبقى متخيله اهي،
دي التوصيلة الثانية، تمام؟ أنا هنا دلوقتي الترانزستور ده واصل له 5 فولت باي ديفولت، بس مش مخرج لي خارج. الخارج اللي هنا دلوقتي من غير ما أوصل اللي هو الزيرو اللي تحت ده، أهو الزيرو طالع من تحت جاي لهنا. طيب لما أوصل وأبقى شورت سيركت، ده يبقى شورت سيركت، يبقى الخارج اللي هنا إيه؟ 5 فولت. يبقى 5 فولت هيديهم لي في الأبيض، وفي الأسود هيديني إيه؟ 0 فولت. الدايرة دي كانت، إنما دي العكس، تمام؟ دي في الاسود هتديني قيمه، وفي الابيض هتديني قيمه ايه؟ عكسها، عكس الدائره اللي احنا كنا شايفينها فوق. تمام يا شباب؟ حد عنده مشكله في الشرح النظري ده؟ عشان ده اللي هنطبقه دلوقتي، عشان الناس تبقى فاهمه بس ان احنا بنحط ده ليه ومش ليه. تاني انا افضل تاني في ايه؟ في التوصيل دي، التوصيلة اللي قدامنا دي، تمام؟ التوصيلة دي لأن أنا دلوقتي حاطط لود فوق الترانزستور أهو. لو أنت بقى رجعت كده قوانين الترانزستور والفي سي إي والفي بي إي والحاجات دي، هتلاقي إن إيه؟ التوصيلة دي هي المفروض تكون صحيحة أصلا، يعني المفروض إن التوصيلة دي ما تطلعش معاك خارج بالشكل ده، بس هي هتطلع خارج عادي. التوصيلة دي المفروض ما تطلعش خارج طبقا لقوانين الترانزستور يعني المتعارف عليها. انما اللي هنا دي هتطلع خارج، بس الاثنين في يعني في كلا الحالتين هيطلعوا معاك خارج، بس دي افضل توصيله فيه. تمام. طيب احنا عشان وقت السيشن اللي احنا هنعمله النهارده هنخلي يعني ايه خارج؟ خارج السنسور ذات نفسه، السنسور ده مش بيطلع جهد، تمام؟ يعني هو لما بيديتكت دلوقتي هيعمل ايه؟ انا باخد بقيس الجهد اللي هنا يبقى كام؟ فاهمني؟ انا يعني السلكه دي كده، دي السلك اللي طالع ده، ده قيمه الجهد هنا، ده خارج السنسور. فاهمني؟ وصلت ولا لا؟ حاضر ثواني. الاوتبوت، ايوه الاوتبوت بتاعه، الاوتبوت اللي خارج منه ده، يعني النقطه الحمراء دي اللي انا بقيس من عليها الجهد، ده معناها ان الخارج بتاع السنسور. فاهم قصدي؟ تمام. طيب انا بقى عشان يعني عشان وقت السيشن اللي هيتم، ان احنا هنصمم السنسور ده بس، ونطلع الخارج بتاعه اللي هنا انالوج، تمام؟ بحيث حبينا نستخدمه انالوج نستخدمه، حبينا نستخدمه ديجيتال نستخدمه، يبقى كويس. والله العظيم الترانزستورز مهمه جدا جدا جدا، الترانزستورز مهمه جدا بجميع انواعها، سواء البي جي تي او الموسفيتس او الفيت، كلها انواع مهمه جدا. واهم حاجه وانت بتذاكر الترانزستورز هتعرف تفرق ان في نوع كارنت كنترول، يعني عشان تتحكم فيه بتتحكم في التيار اللي داخل على البيز، ونوع فولتج كنترول عشان تتحكم فيه بتتحكم في الجهد اللي داخل على اللي متطبق على البيز او على الجيت. تمام؟ حاول تبقى تشوف دول كده وانت ايه بتذاكر الترانزستورز تاني. يبقى يا شباب دلوقتي اللي احنا هنعمله، هنعمل المقاومه مع الاي ار، والمقاومه دي مع الفوتو ترانزستور، ونحط 5 فولت بالجراوند والخارج بس. طيب السيشن الجاي هنعمل ايه؟ احنا كده هنبقى عملنا موديول سنسور واحد بس من السنسورز. انا قلت ان احنا هنعمل شيلد للاردوينو، صح؟ الشيلد ده بقى هيكون عليه ايه؟ هيبقى عليه كذا تشانل من الانالوج تو ديجيتال، يعني هيبقى في كذا تشانل كده تطلع لي خارج اللي داخل انالوج من السنسورات دي، تطلعه لي ديجيتال، يعني لا اما زيرو لا اما 5 فولت. تمام؟ ده ان شاء الله هيبقى السيشن الجاي، عشان وقت السيشن النهارده. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ عادي، ولو مش تمام برضه يبقى تمام عادي، بس انا عايز الناس تتأكد. تمام. تمام. طيب الأول عشان أبدأ أشتغل، أول حاجة هعمل إيه؟
هو الـ TCRT 5000 ايجل لايبرري. تمام، يبقى انا دلوقتي انا مش انا انا عارف ومتاكد ان الايجل ما فيهوش الـ TCRT 5000، فبروح اعمل اللايبرري بتاعه. باجي مثلا هنا على دي اي واي موديول، راح جاي اعمل لها كده اوبن في نيو تاب، نقفل دي اهو، ده الشكل بتاعه والفوت برينت والابعاد. تمام، دي الابعاد الريال بتاعته. طيب عايز احمل اللايبراري دي، ممكن اعمل اهو داونلود اوريجينال فايل فروم دي اي ام دوت ار جي، ولا داونلود الفايل كونفيرتد تو ذا لاست ايجل فورمات. اه انا محتاج اللي هو الاخر لاخر اصدار. لو حد فيكم شغال اصدار اقل من ده ممكن تحمل ايه الملف التاني. يعني فايده الاوب امب انها بتشتغل زي الاي دي سي، اه بتحول لي الانالوج لديجيتال. يبقى انا دلوقتي لو انا ما عنديش بنات انالوج في المايكرو كنترولر متاحه، خلاص هشتغل ديجيتال براحتي عادي. فاهم قصدي؟ بس طبعا الانالوج يعني برضه يا شباب، عشان الناس اللي بتبقى في المسابقات الانالوج بيبقى كويس عن الديجيتال لسبب. الانالوج بيبقى كويس عن الديجيتال ليه؟ انت ممكن تعمل حاجه اسمها اوتو كاليبريشن، ممكن تعمل حاجه اسمها اوتو كاليبريشن في الروبوت، ان هو يعمل كل مره اول ما تحطه على التراك واول ما يشتغل، ولكن انت هتحطه على الابيض وهو هيديتكت اللون الابيض بيرجع قيمه قد ايه، ويحط ثري شولد او قيمه بينهم. تمام، او يشوف مثلا الابيض لو الابيض بيرجع له 500 مثلا، هو بيفترض ان الاسود هيرجع له اكتر من 700. تمام، ده بالنسبه للاوتو كاليبريشن. ويبدا بقى يشوف ممكن كل سنسور يكون بيرجع قيمه مختلفه، بيعمل اساين او بيسجل القيم دي، وبناء عليها يعمل ايه، يبدا يحدد مين فيهم اللي هيبقى شغال، او مين اللي هيبقى ايه، مين اللي هيبقى طارق واحد دلوقتي او زيرو. والكلام ده في الجوريزمز كتير في الموضوع ده، وممكن نبقى لو انتوا يعني لو في كذا حد عاوز يفهم الموضوع بالتفصيل، ممكن نبقى نعمل ايه سيشن عن اللاين فولور البروجرامنج بتاعه والكلام ده، لو في كذا حد يعني حابب ايه يفهم الموضوع. التنزيل تاني اهو، انا هرجع تاني، انا كتبت كل اللي كتبته تي سي ار تي 5000. تمام، ده اسم السنسور، ماشي مفيش مشكلة حبيبي، مفيش غير اتنين، مفيش غير اتنين اللي عايزين يختاروا عشان لاين فولدر. طيب انا جبت دلوقتي تالت، ماشي سي ار تي 5000 اهو، وحملت ماشي، ادي الداونلود. انا دلوقتي عشان انا شغال على اخر اصدار، تمام كل الناس عايزه تحضر مفيش مشكله، نعمل لكم سيشن بالتفصيل ان شاء الله. هحمل انا اخر اصدار اهو، اللي كان بيسال احمل ازاي، بضغط عليه كده تمام، بيقول لي داونلودنج الفايل اللي هو بالاسم كيو اف ام الصيغه دي دوت ال بي ار، بيقول لي هيبدأ في خلال ثواني. ماشي، أنا عشان برضو مش متأكد إن هو بدأ أو لأ، فأنا هضغط هنا. تمام، انا هحمل اهو الفايل، ظهر لي بيقول لي اعمل له داونلود دوت ال بي ار، يعني دي كده لايبراري يا شباب، انا بحملها دي لايبراري، هقول له داونلود. تمام كده اتحمل اهو، هاجي هنا، ده اللي انا ده التصميم اللي انا عملته، وانا حملت اللايبراري، هروح اجيب اللايبراري اللي اتحملت. تمام، وليكن هي المفروض كده كيو اف ام اهي، اعمل لها كوبي او قط على طول، واروح على الدوكيومنتس، بعد كده الايجل اللايبراري اهي لايبراريز، واروح جاي حاططها واقول له بيست. تمام، ده اوبشن، يبقى بوصل للفايل بتاع الايجل اللي هو موجود في الدوكيومنتس، بدخل على اللايبرريز واحط اللايبرري بتاعتي، بس برضه لحد الان انا ما استخدمتهاش او ما عملتها خليتهاش اكتف.
واقفل ده وارجع تاني للبرنامج ومن الكنترول هنا، مش انا قلت اول مره اللايبريز بجيبها من هنا اهي، هاجي هنا افتح اللايبريز المانجد لايبريز، في اللايبريز بقى اللي هي فوق خالص دي هتلاقي في ايه كيو، احنا لسه ضايفينه كان اسمه كيو اف حاجه صح، اهو كيو اف ام، والنقطه اللي قدامه سودا معناه ان هو مش مستخدم، يبقى انا مجرد ما هضغط على النقطه دي كده بقت خضره اهي، هو خلاص كده بقى متضاف عندي ايه. لو انا جيت اشوف بقى ايه واكتب ضيف لي كذا حاجه معاها اهو غير السنسور الكيو تي ذات نفسه ده 95000 تمام. هاجي بقى ارجع تاني للسكيماتيك. طيب فرضا ان انا ما عرفتش اعمل اللي فات ده، ممكن اجي هنا وانا بضيف بعمل اد بار، هيبدا طبعا عشان احنا لسه بادئين برنامج جديد هيبدا يعمل لودنج، يضيف لي المكونات اللي موجوده كلها ويجيب لي اللايبريز اللي عندي كلها. تمام ممكن اجي اوبن لايبراري مانجر كده واروح على الافيلابل واعمل براوز واجيب اللايبراري بتاعتي موجوده فين ايا كان مكانها، وليكن مثلا اللي هي كيو اف ام اهي، واقول له اوبن. قال لي ادد زيرو لايبراريز اند وان دوبليكيتس فاوند، يعني اللايبراري دي موجوده قبل كده تمام، فهو مش هيضيفها لي تاني. انما انت لو مش موجوده خلاص هتظهر لك هنا، هتروح جاي ضاغط عليها وتعمل يوز، بس هتبقى نزلت لك في اللايبرز. هقفل دي، هنا هيحمل لي اللايبرز تاني، هو بيفترض ان انا عملت ابديت، يبقى انا محتاج اروح على اللايبرز اسمها ايه كيو اهي كيو اف ام، اول لايبرز ظهرت لي اهي، افتح السهم ده ما انا قلت تاني الحته اللي فاتت اهو، اوبن لايبراري مانجر، تيجي على الافيلابل تعمل براوز، اختار اللايبراري بتاعتك واقول له اوبن تمام. تاني فتحت عملت اد بارت، بعمل اوبن لايبراري مانجر تمام، باجي على الافيلابل واعمل براوز لللايبراري اللي عندي، اجيب اللايبراري اللي انا محتاج اضيفها واقول له اوبن تمام كده. تمام وفي حد موقع حاجه يقول لي قبل ما نبدا عشان ده اللي هنبني عليه اللي جاي. تمام طيب جبت اهو تاني الكيو اف ام، فتحت اللايبراري وهنزل تحت خالص لحد ما اوصل للتي سي ار تي 5000. قال لي هو بالشكل ده، يعني ده شكل السنسور وده التوصيله بتاعته، يعني ده شكله في السكيماتيك وده شكله في اللي اوت، اقول له ايوه هو ده اللي انا محتاجه واقول له اوكي. انا جيت اعمل زوم كده اهو، هعمل له بقى بليس في اي مكان. يبقى انا عندي دلوقتي الانود، خلينا عندي الانود اهو والكاسود بتوع الليد والكوليكتور والاميتر بتوع ايه الفوتو ترانزستور. باقي لي ايه دلوقتي؟ باقي لي المقاومتين اللي هي المقاومه ال 100 اوم او ال 220 اوم او ال 330 اوم بتاعت الليد. وخلي بالنا ان انا كل ما بقلل قيمه المقاومه الضوء بيزيد، يعني شدة الإضاءة بتاعت الـ IR بتزيد، بس المشكلة إن كل ما هتقلل المقاومة الليد بتبقى أولاً معرضة إنها تتحرق، لأن هيعدي لها جهد وتيار كبير. ثاني حاجة المقاومة اللي هتبقى موجودة هيمشي فيها تيار كبير، فهتبقى معرضة إنها تسخن وتتحرق برضه. فإحنا بنقول الرينج الطبيعي 220، ده اللي هو الطبيعي. الأقل ما تقلش عن 100، الأكتر ما تزيدش عن 330، لان الاضاءه هتبقى خافته قوي ما تديكش خارج تمام. يبقى المينيمم بتاعك 100، الماكسيمم 330، الميد رينج او اللي هو القمه الاوبتيمال يعني تبقى 220. طيب هنا ليه بنحط مقاومه 10 كيلو مع الفوتو ترانزستور؟ ده سؤال يمكن يعني لو انت المفروض كنت تسالوه وانت في سيشنات الاردوينو، ليه لما بتيجي يعني خلينا نجيب بقى مقاومتين خلاص المفروض عرفتوا هتجيبوا المقاومات منين. لو الناس كلها عامله ابديت لللايبريز هروح على سبارك فان لايبراري واختار سبارك فان كبقى ريزيستورز اهي،
وقلت بنزل على ما بختارش بقى الكومه، مش هقعد ادور على الكومه اللي انا محتاجها، انا هروح على الجينيريك واحط لها فاليو اهو. عندي هنا جينيريك ريزيستور باكج تمام، وباجي منها اختار المقاومه اللي انا محتاجها اللي هي الاكسيا 3 من 10، لان اللي فوق كله 1206 ده اس ام دي، 0805 اس ام دي، 03 06 03 04 02 وهكذا، كل ده اس ام دي. انما انا محتاج ايه اللي هي الاكسيال او المقاومه اللي بالشكل ده اللي هي سرول او تي اتش تي، فاقول له اوكي. واجي هنا بعمل لها روتيت بالماوس، كليك يمين بيعمل روتيت تمام. ابدا احط مثلا اول مقاومه عايزها في هنا مثلا على الفوتو ترانزستور، والمقاومه الثانيه تبقى هنا على ايه الاي ار ليد. واجي هنا اعمل اختار كده لو انا عايز اعمل موف لحاجه. طيب عايز اوصل بينهم دلوقتي، اجي اعمل امر نت، واجي اوصل الاقيه بيعمل لي اهو، يطلع لي بن اقدر اوصل عليها، اوصل دي بدي، اوصل دي بدي، والاثنين اللي تحت دول اوصلهم ببعض ويتوصلوا بالجراوند، والاثنين اللي فوق دول هيتوصلوا ببعض ويبقوا واصلين بايه بالبوزيتيف 5 فولت. خلينا ننزل الباور سيمبلز، بتبقى موجودة في السبلاي، سبلاي واحد عندي بوزيتيف 5 فولت اهو، ده السيمبل بتاعه، وده زي ما قلنا المرة اللي فاتت ما هو إلا مجرد سيمبل، يعني مش حاجة هتبقى ظاهرة لي في اللاي اوت، أكنه فاريبل كده بالظبط بيحمل قيمة اسمها 5 فولت تمام. يبقى أنا لما هوصله دلوقتي كده هيسألني عايز تخلي النت أو السلك اللي أنت هتوصل عليه ده اسمه 5 فولت هو كمان أو بوزيتيف 5 فولت، هقول له يس تمام. بعد كده بقي لي الجراوند، هعمل اد بارت سيمبل واختار ادي الجراوند اهو او اي شكل انت محتاجينه من الاشكال اللي هي الجراوند كلها، واقول له اوكي وصله لي كده على طول، مجرد ما احطه هنا يتوصل على طول. يقول لي عايز توصله بالاي جي ان دي، هقول له يس. باقي لي ايه البين هيدر اللي هخرج عليه الاشاره، هاجي كده عرفنا البين هيدر كان موجود فين، بين هيد تمام. هاجي من هنا كده محتاج انا كام، 3 واحد في 3 بس معايا ولا ايه؟ واحد في 3 اللي هو بين هيدر 3 اطراف، ممكن نختار الشكل ده عادي اللي هو المتن، بس هو كده كده مش هيفرق حاجه معايا في اللي اوت، يعني سواء ده او ده هي نفس البنات، بس الشكل 3 دي هو اللي هيختلف. انا هنختار مثلا الشكل ده وهقول له اوكي، واحط مثلا البين هيدر بالشكل ده، او اجيب البين هيدر كده والفه الناحيه دي اهو. باقي لي ايه تاني؟ محتاج بقى اخد نسخه من الخمسة فولت ده هنا كده، ونسخه من الجراوند هنا، واوصلهم. يبقى دي كده الجراوند، ودي البوزيتيف، وده ايه الخارج اللي خارج من الفوتو ترانزستور. لحد دلوقتي كده في اي مشكله؟ شباب تمام، لو حد مش فاهم حاجه او في حاجه واقعه منه يقول مش مشكله، عشان ما تنقلش للي بعد كده. مفيش كومباراتور في الدايره دي، احنا قلنا الكومباراتور هيبقى السيشن الجاي وهنضيفه على شيلد هيركب فوق الاردوينو على طول، فاهمني؟ بحيث يبقى انت لو عايز تستخدم السنسور كانالوج تستخدمه، كديجيتال تستخدمه عادي تمام. تمام طيب انا بقى دلوقتي عايز احط فاليو للمقاومات دي، هاجي من هنا من الفاليو اهي، هنا النيم وهنا الفاليو، هعمل الفاليو واقول له المقاومه دي عايز اغير الفاليو بتاعتها، وقيمتها هتبقى كام؟ قلنا 220 اوم. طيب المقاومه الثانيه دي هقول له ايوه عايز اغير قيمتها واخليها 10 كيلو اوم،
طب انا عايز حد يجاوبني ليه بحط 10 كيلو، ليه مش اكتر، ليه مش اقل؟ شباب 10 كيلو متوصلة مع ايه يا باشمهندس؟ 10 كيلو متوصلة مع الترانزستور. ماشي، وبعدين هي مش هتسحب اكبر مقدار جهد، هو الجهد كله هيبقى مطبق عليها اصلا. طيب انا هنزل حاجة سريعة، ماشي، بس مش محتاجكم تعملوها يعني، بس عشان كبروف اوف كونسبت بس. بول اب ريزيستور، ماشي، ما انا بسأل البول اب ريزيستور معمولة ليه؟ ليه بقى البول، يعني انت كويس، تعالى بقى، البول اب ريزيستور ذات نفسها معموله ليه؟ ليه بقى عند بول اب ريزيستور؟ طب ما اوصل من غير ريزيستور على طول. ها، سويتش امر امر امر، ايوه، فلوتينج، لا مش بتكلم على الفلوت واللوس، مش دي المشكلة أصلا. ما أنا ممكن أبقى موصل على طول الخمسة فولت، ممكن أوصل الخمسة فولت على طول مباشر، ماشي، ما هتعمل كارنت ليميت إزاي؟ يعني أنا برضه هنزل دلوقتي مقاومة، بصوا كده يا شباب، ركزوا معايا هنا في الجزء اللي هنا ده كده، الفاليو دي انتوا شفتوا الرسمة دي فين قبل كده؟ الرسمة دي اللي هي خاصة بالمايكرو كنترولر اللي بتعمل ريست، بتعمل ريست المايكرو كنترولر، بيعمل ريست لما يروح له ايه 0 فولت، وبيشتغل لما يجي له 5 فولت. طب انا ليه بحط المقاومة 10 كيلو وليه بالشكل ده بالذات؟ يعني ليه ما احطش المقاومه ال 10 كيلو هنا؟ لو انا خايف فعلا على المايكرو كنترولر ان هو يتحرق، او عايز اعمل كارنت ليميتنج، فاهمين قصدي؟ ما انا يعني مثلا اللي انا اقصده، ليه ما اجيبش المقاومه دي كده والفها واحطها هنا كده بالشكل ده؟ ما انا برضه هعمل كارنت ليميتنج وانا مش حاطط دي هنا. عشان طيب ما خلينا يعملش شورت، يعمل شورت شباب، سيركت، ايه شورت سيركت في حالة اه لما انت هتضغط. بالظبط، ما انا ده اللي انا اقصده بقى. دلوقتي انا لما اضغط على السويتش ده دلوقتي، لو المقاومه دي مش موجوده ايه اللي هيحصل؟ الخمسة فولت اللي فوق دولت هيتوصلوا بالجراوند. لا، ما دي ما لهاش علاقه بالجهود دلوقتي، انا اقصد انا عندي مقاومه واحده 10 كيلو اهي محطوطه هنا ليه؟ يعني لو المقاومه دي مش محطوطه هنا، اللي هيحصل 5 فولت دول لما اضغط على السويتش ده هيعمل ايه؟ 5 فولت هيتوصلوا بالجراوند، صح كده؟ وقبل السويتش هيبقى واصل فعلا ال 5 فولت، وبعد السويتش هيبقى واصل ال 0 فولت. طب ده حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا حطيت مقاومه هنا، المايكرو كنترولر اقصى انبوت يقدر يتحمله كتيار انبوت او اوتبوت كام؟ 20 ملي امبير. بعد كده المايكرو كنترولر هيقول لك شكرا ويتحرق، سواء حاولت تاخد منه اكتر من كده او تدي له اكتر من كده.
طيب لو انت جيت تحسب كده الكرنت المفروض اللي لما تيجي تحسبه هيبقى كام؟ 5 فولت على 10 كيلو اللي هم كام؟ حوالي 2 ملي امبير، تمام؟ او 5، 5 على 10 حوالي 5، 5 كام؟ 5 من 100 او نص ملي، كمان نص ملي امبير، تمام؟ يبقى انا كده ايه في الرينج اللي هو انا بقول له اشتغل براحتك، ما تعمل لما هضغط كده مش هيحصل شورت سيركت ده. بيقول اما اضغط مش هيعمل له شورت سيركت، تمام؟ تاني حاجه عملت كارنت ليميتنج للتيار اللي داخل المايكرو كنترولر، لان لو احنا لو المشكله كلها في التيار اللي داخل المايكرو كنترولر زي ما بقول لك، ما انا ممكن احط مقاومه هنا، ما هي برضه هتعمل لي كارنت ليميتنج للتيار اللي داخل، بس مش هتحل له مشكله ايه الشورت سيركت، تمام يا شباب؟ لذلك انا برضو حاطط 10 كيلو هنا، ما هو ده نفس الكلام، ما هو الخارج ده هيروح فين؟ الخارج ده هيدخل على المايكرو كنترول لو انا هشتغل انالوج مباشر على طول، تمام؟ بعد كده مشكله او ليه بستخدم ال 10 كيلو وبحل مشكله الكرنت ليميتنج ومشاكل الفلوتنج اند لوس ان باور. مشاكل الفلوتنج اللي الناس بتتكلم عليها دي ان انا ممكن ال 5 فولت دول ما يبقوش 5 فولت بالظبط، ممكن يبقوا 0 فولت، ممكن يبقى 1 من 10، ممكن يبقى 2 من 10، او قمة بينهم. فانا بقول له لا، انا هدي لك الحالتين اللي هو الزيرو والواحد، لو انا ضغط لازم اوصل لك 5 فولت او 0 فولت، ولما اشيل ايدي لازم يوصل لك ايه العكس. دي اللي هي مشكله الفلوتنج وحلها، تمام؟ طيب انا كده مسحت لك معمول، دي الدايره بتاعتنا دلوقتي، ادي ار 1 10 كيلو، ار 2 22، وعندي هنا 5 فولت وهنا 5 فولت جراوند، وادي الايه جراوند. انا ممكن اسمي ده وممكن ما اسميهوش، ممكن اسمي ده وما اسميهوش برضه، تمام؟ فخليهم زي ما هم، ونروح اللي اوت لو عايزين نسمي حاجه انا ما بحبها. هعمل من هنا جنريت او سويتش تو بورد، اقول له يس. طيب زي ما قلت المره اللي فاتت، انا عندي هنا الجريد بالايه؟ بالام اي ال او بالميل، عشان اغيره بعمل فيو جريد واعمل ديسبلاي اون، واخلي الام اي ال مليمتر، واخلي القيمه هنا اصغر ما يمكن عشان ازود الريزوليوشن واقدر احرك المكونات زي ما انا عاوز، ما يبقاش عندي حاجه محدده لي. اخر خطوه اهو، عملت الديسبلاي اون وغيرت الام اي ال دي لمليمتر، تمام؟ هخلي الجريد 25 من 1000، دي كده مش اخر خطوه، ماشي. فيو تاني، فيو جريد بس، والخطوات اللي انا قلتها بعد كده، تمام؟ تمام، غيرت الجريد بالملي وظهرته واقول له اوكي. بعد كده الجريد بقى هنا بالمليمتر، تمام؟ عايز احدد البورده بقى، حاجه هنا قلت لو انا محتاج احدد عرض البورده، ده عبارة عن خط بيتمثل بنقطتين، النقطة اللي هنا اللي هي اكس وواي، ودي النقطة التانية اللي هي اكس 2 وواي 2 مثلا. فأنا جيت ضغطت على البروبرتيز بتاعت الخط ده، هيظهر لي النقطة 160 وصفر، والنقطة 160 ومية. يبقى أنا عندي كده النقطة هنا اللي بيحدد لي العرض اللي هو الإيه؟ الـ 160، ده اللي هي الإكس. يبقى أنا ممكن أخلي الإكس دي تبقى هنقول مثلا 12 مللي عرض البورده، وهنا برده نفس الكلام ايه 12 مللي، والارتفاع 100. ماشي، نخلي الارتفاع 100 ده بحيث ان ايه، يبقى انا بادئ من 12 و0 ل 12 و100، تمام؟ ماشي يا باشا. يبقى كده يا شباب انا عملت البورده ايه عرضها ايه 12 مللي. عايز احدد الارتفاع، نفس الكلام، مش انا قلت ده برده خط اهو عباره عن نقطتين، تمام؟ هضغط كليك يمين على ده برضو، واعرض الويربكس بتاعته، واقول له مثلا خليهولي يبقى كام بقى الارتفاع، بدل ما هو 10 سنتي اقول له مثلا خليهولي 15 مللي، تمام؟ يبقى 1 سنتي ونص مثلا، واقول له ابلاي، واقول له اوكي. يبقى ده ايه؟ اللي هو ابعاد البورده. طب انا شايف ان دي مثلا هتبقى صغيره قوي، ممكن اجي هنا كليك يمين واخليها مثلا 30، يبقى 3 سنتي،
دي براحتك انت بقى فاهمني، واقول له ابلاي اوكي. جيت انا لقيت مثلا البورده، طب ما اخليها 15 عرض اهو، هعدل تاني من هنا 15 يعني 1.5 مللي، 1.5 سنتي في 3 سنتي تمام. ابدا بقى ارص المكونات. اول حاجه هنقلها دي سي ار تي 5000، عايزه بالشكل ده، خليه كده تمام. ممكن عشان انا قلت دلوقتي هي البورده دي كام عرضها 15 صح، ممكن اضغط كليك يمين كده واعمل بالفيرتز واقول له خليهولي في البوزيشن اللي هو 7.5، يعني خليهولي في نص البورده بالظبط. ما هو ده دلوقتي انا كل مكون يا شباب ليه اكس وواي، ممكن احدد انا الاكس والواي كبوزيشنز من هنا، ودي انا فعلا كنت بستخدمها في دوائر الاي ار لما ابقى عايز السنسورات كلها تبقى مظبوطه في بوزيشنز معينه تمام. فانا مثلا قلت له هنا خليه البوزيشن هو عند 7.5 وارتفاع مثلا 5 مللي من البورده من تحت، يبقى ده ايه مسافه الاي ار. طيب باقي ايه؟ باقي المقاومات. هعمل موف للمقاومه دي كده، اعمل لها روتيت وليكن انا عاوزها كده. المقاومه دي نفس الكلام، اعمل لها روتيت اخليها كده. باقي دي هعمل لها روتيت اخليها كده. نفس الكلام اعمل كيك يمين واقول له خليها لي عند 7.5 مللي، وده وليكن اخليه مثلا 23 23 23 تمام. وممكن اقلل عن كده. طيب انا شايف ان البورده كده كبيره، محتاج اقلل عن كده كمان. ممكن اجي اضغط هنا واقول له خليها لي بس 25 بس كفايه، وهنا 25 كفايه، واعمل ابلاي كده. لو لقيتها قليله ممكن ازود شويه. لا تمام، اقول له اوكي. هقلل بس، هنزل البين هيدر ده تحت شويه، خليه مثلا ايه 22 واعمل ابلاي كده كويس ماشي. ممكن اسلكت المقاومتين دول كده واعمل لهم الاين بحيث ان هم يبقوا السنتر بتاعهم مع بعض زي ما اتفقنا المره اللي فاتت تمام. يبقى انا كده خليت ايه المقاومتين زي بعض. طيب عايز اعمل فتحات تثبيت، في هنا امر اسمه ايه او تول اسمها هول. لو انا عملت زوم كده ممكن احرك الايه اه ممكن تحركها عادي، بس خلي بالك الفري فيرجنز بيبقى محدد لك مساحه تقدر تتحرك فيها، ده مش فري ده بريميوم. يعني الاصدار اللي انا شغال عليه بريميوم، لما تسجل البرنامج بتفتح لك بريميوم، لو انت ما سجلتوش وعملت اكونت بس وفتحته كده يبقى بيدي لك نسخه فري تمام. البوردرز انت ممكن تحركها زي ما انت عاوز. طيب انا اخترت دلوقتي امر هول يا شباب من هنا اهو. الهول فيه حاجتين، هتلاقي هنا اخترت الامر من هنا، حدد ايه عمليه الدريلنج القطر بتاعي هيبقى قد ايه. هقول له مثلا والله انا محتاج القطر يبقى 3 مللي تمام. ده شكل ايه الهول اللي هيتعمل لها ثقب او عمليه ايه تخريب. هاجي احطها في نص البورده كده تمام. بس في حاجه، انا هاجي بقى انا حطيتها هنا في نص البورده، انا عايز ابقى عارف الابعاد بالظبط عشان لو انا بصمم الروبوت ابقى عامل حسابي في الفتحات دي. فهضغط كليك يمين عليها واقول له مثلا خليها عند 7.5 في النص البورده بالظبط، وانا عامل ده كله كام؟ 25 صح؟ يبقى ممكن اقول له خليني هنا 12.5، يبقى انا عاملها في نص البورده سواء من فوق لتحت ومن ايه؟ من الجناب، واقول له ابلاي واقول له اوكي. يبقى دي كده ايه؟ في نص البورده بالظبط. لحد دلوقتي في مشكله؟ مش عايز انا سنس واحد دي هعمل لها ديليت، اشيل التي سي ار تي 5000 اجيبها تحت، ده لو ما كانتش يعني ايه لو ما كانتش اسم اللايبرري نفسه.
هنقل 220 دي جوه كده، ار 2 دي اخليها هنا كده، عشرة كيلو نفس الكلام. ممكن افتح الفوت برينت، طيب هي هنا انا ظاهر لي انها هنا ممكن تتحرك، انا عايز ارجع للبرنامج مش ظاهر ايه، مفيش كروس هنا، فممكن اعمل حركه كده ان افتح الفوت برينت بتاعته او اللايبرري ذات نفسها بحيث ان انا اقدر اعدل عليه. ممكن اعمل موف لدي كده، اجيب النيم هو اللي يبقى فوق واجيب الكلمه دي مثلا هنا، تمام، واعمل كنترول اس. انا دلوقتي يا شباب فتحت اللايبراري وعدلت عليها تاني. عملتها ازاي؟ ضغطت كليك يمين ورحت جاي اعمل اوبن فوت برنت اهو، وعدلت على اللي انا عملته ده وعملت سيف وقفلت. هاجي اعمل كده سيف، سمي التصميم ايه بقى؟ تي سي ار تي 5000 مثلا، هعمل سيف. لو انا قفلت ده وجيت هنا عملت كليك يمين، تمام، ممكن اعمل ريبليس اهو، واختار اللي انا عملت له ابديت الجديد. كان في الكيو تمام، خدتوا بالكم التي سي ار تي 5000 بقت موجوده فين؟ بقت تحت اهي. بقول له اوكي، بقول لي a different version of device set تي سي ار تي 5000 is already present in the file. هل انت عايز تعمل له ابديت؟ يعني في فيرجن تاني قديم، هل انت عايز تعمل له ابديت؟ هقول له يس. اروح لللاي اوت، ماشي، عشان انا حذفت الاسم بتاع المكون ده ذات نفسه. طيب المشكله بقى اللي كانت باشمهندسه بتسال عليها، الاي ار سي والدي ار سي. لو انا جيت اعمل كده دلوقتي اي ار سي او الكتريك رول تشيك، هلاقيه بيقول لي ايه الجامبر ده، ده الايرور اللي مديهولي، الجامبر ده ملوش فاليو. ممكن اقول له ابروف عادي، تمام، وهلاقيه جالي في الابروف ده. هنا بيقول لي consistency not checked no board loaded، يعني ما فيش، هو دلوقتي شايف ان ما فيش البورد مش معمول، مش معمول لها ربط مع اللي اوت، يعني الاسكيماتيك ما هوش مربوط دلوقتي باللي اوت، حصل مشكله في قول الاثنين مش مربوطين ببعض. نشوف نحلها ازاي. طيب خلينا بقى نسمي ده، لان هو شايف ان ده مش متسمي دلوقتي، فانا هعمل له نيم سنس واحد، هقول له اوكي. هاجي هنا حولت البورد، بيقول لي في مشكله، هاجي نفس الكلام هنا اعمل نيم سنس واحد واقول له اوكي. احنا خلاص خلصنا، هنعمل راوتنج. البس الذاكره هنا عشان مستعجل، ماشي. طيب انا هعمل دلوقتي برضه هحدد، هعمل ايديت الديزاين رولز، تمام، كليرنس زي ما قلت المره اللي فاتت اخلي كله 6 من 10 مللي متر. وانت لو قرات كل واحد من دول هتعرف ايه بيعمل ايه. انا بس خليت دي 6 من 10، انا عايز سيشن يعني نطول براحتنا عشان اعرف اشرح المكان. انا باجي في الحاجه المهمه وببقى هبدا اشرح مثلا او كده ونتكلم، بلاقي الناس ايه خلاص يعني جابوا اخرها. 8 من 10 مللي، احنا عايزينك حتى عايزين نخليكم تهضموا اللي انتوا اكلتوه على الفطار. 7 من 10 تمام، حددت الديزاين رولز، هبدا اعمل راوتنج اهو.
اول حاجه قبل الاحمر، لا عايز اللون الازرق اخليه، هعمل بوش. تمام، نفس الكلام هنا، فصل دول مع بعض. ماشي، احنا كده كده عندنا كل يوم سيشن، لا احنا في سيشن كل يوم. وصل ده مع ده، بس عايز الناس تبقى يعني ركز في الحاجة اللي بتشرح ده ايه. تمام، ماشي، مش هيجي. ممكن نعمل حاجة حركة أصل، ممكن يجيب ده كده، ده كده، ده كده. نلف بالتراك، نلف من هنا كده. تمام، باقي نقطة الجراوند اللي تحت دي عشان أحل مشكلتها. زي ما قلت، هاجي دلوقتي أروح أعمل إيه؟ بوليجون، أختار البوردة كلها، حدد كده من بره، أختار بس أبعاد عشوائية عادي. تمام، وسمي دي جراوند. سميت ايه؟ سمي ده هو اسمه دلوقتي ايه؟ جراوند، اي جي ان دي. تمام، واقول له اوكي. لو انا جيت عملت بقى رادز نفس، في حاجه هنا، واخد بالك السبيسنج، خليها مثلا 8 من 10، انا هعمل كنترول A، أعمل كنترول A للبوردة وأعمل شينج ايزوليت، أنا خليه 8 من 10، شينج جروب. تراك النحاس ده ذات نفسه عشان يعدي هنا مش عارف يجي، ولا ده عارف يعدي من فوق. الحل إن أنا ممكن أزود البوردة من فوق شوية، أو أنزل المكونات اللي فوق دي تحت. فاهمين قصدي؟ يعني أنا ممكن أجي هنا كده، ماشي، هظهر الدايمنشن بس وأخفي الكتم. ممكن أجي هنا أعدل ده كده، أقول له خليه 26 مثلا، ده 26. تمام، وأظهر كده اللايرز كلها. أنا دلوقتي عندي مش متوصل الاير واير، ما هو الاير واير اللي مش متوصل ده هيتوصل لما الجراوند ده يلف ويجي له هنا، بس انا لسه ما عدلتش البوليجون. عندي بقى البوليجون اللي كان المفروض ان هو ايه هنا، ده عايز يتنقل يتحرك كده لفوق. تمام، خلينا نعمل نقلل كنترول A، اعمل شينج تاني الايزوليت، نخلي 6 من 10. تمام، انا قللت يعني قللت المسافة بين ال بين التراك وبين بتاع ده البوليجون عشان اخليه يقدر يجي هنا. في هنا بقى مشكلة تانية لو هي ال AGND. ماشي اهو، كونكت بقى ده بده. تمام كده، ما بقاش في اير واير ايه موجود.
تمام يا شباب، فهمتوا اقصد ايه في الجزء ده. ضيف بقى هنا تكتب بقى ليبل ان ده 5 فولت، يعني ممكن اجي اعمل تكست كده واقول له 5 فولت وانزل سطر تحته واكتب مثلا A0، سطر تاني تحته واكتب جراوند اهم، لو قلت تحت بعض كده ممكن اعمل لهم روتيت. طيب لو انا بعمل روتيت كده الخمسة فولت دايما بتجيلي على اليمين، انا عايزها تيجي على الشمال ما بتجيش على الشمال، ممكن اجي اختار من هنا حاجه اسمها ان ميرورد. تمام مش اميرورد بقى، لا ارجع اللي هي دي وزود سبين فلاج ويز سبين فلاج، اختار اللي هي الويز سبين فلاج دي. تمام وروتيت اهو بيلف معايا الخمسة فولت، ممكن تيجي في اي اتجاه. تمام فانا مثلا عاوزها كده، ابدا اصغر الخط وليكن مثلا خليه 5 من 10 مللي او 1 مللي، مش ممكن اعمل كده. نفس بينهم كده هسيبه كده واختار اللي هنا خليه تي نيم، ده الشكل بتاعهم اهو. ممكن نعمل كمان مسافة، يعني نعمل المسافة ده مسافة هنا. تمام كده ظبطت شوية، أغير الخط أخليه فيكتور والنسبة دي أخليها 20%، عشان الخطوط تبقى إيه بولد. أنا مش عايز بقى مش عايز اسم الجامبر ده، ممكن أعمل له دي. تمام دي كده الإيه البوردة، وده الشكل أو حجم البوردة بتاعتي. نغير بقى السلك سكرين كولر ده، ده السلك سكرين ماشي معلش، سلك سكرين وايت، سولدر ماسك خليه بلو. تمام ده شكل البوردة من التوب لاير، وده البوتوم لاير، دي فتحة التثبيت، والمكان اللي هنا ده الفتحات اللي هي معمولة دي، ده أصلا بيبقى جاي لك زي فتحات كده في السنسور ذات نفسه. تمام بتخليها بتعدي في المكان ده عشان السنسور يبقى ثابت. تمام يا شباب أنا المرة دي مش هبعت لكم بقى السنسور، هتدوروا على اللايبراري تحملوها توصلوها. تمام بس هحتاج بوردة، هحتاج بوردة واحدة، كل بوردة يبقى فيها سنسورية، كل بوردة يبقى فيها سنسورية بين السنسور والتاني 1 سم، يعني بين السنسور وده اللي جنبه. يعني أنا خليني أجي أعمل نسخة كده، كده كده البوردة دي فصلت من البوردة، فصلت من الاسكيماتيك، هقول له مثلا أنا هعمل سنسور كمان زي ده، ولو ده عند 7.5 الشاشة الجانبية، الشاشة الجانبية دي من هنا حاجة اسمها مانيفاكتشر. تمام لو ده مثلا 7.5 أنا عايز ده يبقى عند 17.5. طيب لقيتهم قريبين من بعض، لا خليها عند 27.5، يبقى بينهم 20 مللي، أو يا سيدي 22.5 يبقى 15 مللي. تمام لا مش موجودة في الإصدار القديم، إصدارات أقل من 9 أو 8 مش هتلاقيها موجودة. بقى ايه الفتحتين اللي في السنسور؟ بين السنسورين 15 مللي، يعني بين السنسور ده وبين السنسور ده 15 مللي. فتحتين السنسور اللي في السنسور دول يا حازم
السنسور ذات نفسه بقى فيه الباكجينج بتاعه كده، هتلاقي فيه حرفين بلاستيك بيخلوا السنسور يبقى ثابت. انا هجيب لك حاجات اهو. الحرف البلاستيك اللي هو ده، الحرف البلاستيك اللي هي الحته الحرف الصغير ده، مسؤول عن التثبيت، انه يثبت السنسور في البورده نفسها. تمام. ممكن تعمل السنسور بالعرض كده، وممكن تعمله بالطول بالشكل ده. انا عايز اجيب لكم حاجه تكون معموله زي كده، على حسب ما انت عايز وعلى حسب ما هتركبه ازاي في عدلته في البورده هتبقى معموله ازاي. تمام. المفروض ان انت وانت ماشي على اللاين الليد والفوتو ترانزستور الاثنين يبقوا فوق الخط دايما، يعني بحيث لما ده يجي على الخط يبقى ده عامل ديتكت على طول. تمام يا شباب. في كذا تصميم اهو، انتوا بقى ممكن تشوفوا التصميمات اللي موجوده دي. حد حابب يعمل حاجه تانية مختلفه؟ تمام. ثواني خليكم معايا كده، هبعت لكم اللينك بتاع الفيديو اللي هو 3D عشان نبقى ايه. تمام. اللينك جالك اهو، هو لينك على اليوتيوب، فيديو حوالي نص ساعة تقريبا، بارك فان هم اللي كانوا عاملينه. هم كانوا بيحولوا بردة من 2D ل 3D. بقول لك ازاي تجيب بقى ال 3D مودلز او انت او تكريتها انت والكلام ده. البرنامج اصلا يا شباب في حاجة اسمها اوتو جنريت، ان هو ممكن يعمل لك جنريت للأجسام اللي موجودة او الحاجات اللي انت مستخدمها في التصميم بتاعك وكده. is missing model يعني ايه؟ هي لا، ما هو بيبقى ما لو في عنصر مش موجود اصلا عايز اجيبه بقى. بص انا فتحت الفايل قدامك اهو، انا فتحت الفايل، فتحت الفيديو. تمام. دي شكل الدايره بعد ما هو خلصها، ما دي دايره هو خلصها فهو بيوريها لك، بيقول لك ان المفروض ان الدايره بعد ما تخلص تبقى بالشكل ده. تمام. ده فيوجن 360 اللي هو فتحه ده، بس عشان شغال على ماك فاليو اي مختلف شويه. ده الايجل. تمام. هو بيعمل دلوقتي ايه؟ عمليه البوش تو فيوجن. ده الايجل اهو، دي الصفحة اللي احنا كنا فاتحينها من شوية اللي هتسرق التصميم قبل ما يتصمم. هيعمل الضغط اللي هو عملها دي، وعمل بوش فيوجن، يعني حول حول التصميم، هيعمله بوش فيوجن، يعني هينقل التصميم بقى من عنده من الايجل يبعته لايه؟ لفيوجن 360، بيختار هيبعته فين في البرنامج، فتبقى مكرر برضه بروجكت وهكذا. تمام. بص بقى ركز في حاجه هنا، العلامه الصفراء دي معناها ان المكونات اللي عنده في البورده دي ملهاش فوت برينت، يعني ملهاش شكل 3D. العلامه الصفراء دي بيدي له ايرور ان المكونات دي كلها ملهاش 3D باكج، فهو هيوافق وهيقول له بوش. تمام.
اول ما يقول له سكسسفول يبقى هو كده عمل ايه، بعت التصميم بتاعه ده فيجن 360. اهو قال له سكسسفول، has been successfully pushed. فتح هو فيوجن اهو، المفروض بيجي له هنا نوتيفيكيشن في الجنب كده ان في تصميم جديد جه، اهو جاله ابديت اهو. ركز بقى، بص التصميم نفس المشكله اللي بتظهر معاك اهو، يعني مش انت لوحدك، التصميم ظاهر عنده كله ايه، عباره عن مربعات، فاهمني؟ يعني مفيش حاجه ظاهره 3 دي عنده. هيبدأ بقى هو يجيب كل مكون من دول ويضيفه، ويعرفك ازاي تضيفه من فيوجن، تمام، من غير ما تعمله من الايجل كمان، في طريقة تانية ان انت تعمله من الايجل. هي كل حاجة من دول، البرنامج اصلا بيتعامل مع كل حاجة من دول انها اوبجكت، فانت ممكن تغير في الخصائص بتاعت الاوبجكت ده، تمام. فبقى انتوا ممكن تتفرجوا عليه بالتفصيل بقى. فهنا مثلا دي الحاجة اسمها اوتو جنريت في الايجل، انت ممكن تعمل جنريت نيو باكج، ده زي حاجة سمارت كده هم عاملينها، تقول له مثلا بيحاول يديتكت الشكل اللي انت بتستخدمه ويقترح عليك، او ان انت تقول له مثلا مستخدم الباكج المعينة دي وتبدأ تكتب الابعاد بتاعتك، تمام. فهو مثلا بيعمل بين هيدر دلوقتي، تمام. بعد كده بقى يجيب الايه للدات، ده شكل البورد اهو، بعد ما يعني هو تقريبا عدل نصها، عمل ظبط الليدات، ظبط البين هيدر، باين له المكثفات هيبدأ برضه يظبطها دلوقتي، او المقاومات على حسب هي ايه، والاي سي اللي موجود هنا. اه بيقول لك هنا انت ممكن اصلا تبقى تاخد الابعاد دي من الداتا شيت بتاع كل مكون، تعرف الباكجنج بتاعه، وتروح للاوتو جنريتور اللي هو كان بيعمل، اللي كان بيستخدمه من شويه ده، عشان يكريت عليه نيو باكج، ويدخل له الابعاد دي، وهو بيضيف هيعمل لك ايه؟ اوتوماتيك هيكريت لك المتغير او ال 3 دي باكج اللي انت بتدور عليه ومش لاقيه، تمام. انا هجيب لك الفيديو في النهايه. مشكله برامج السوفت وير هي الكوميونتي بتاعها كبير، فهي بتتطور كل يوم، يعني كل يوم في تطور، بس برضه لسه قدامها شويه على ما تبقى بالشكل اللي انت متخيله، ان الحاجه تبقى اللي هو ايه، تفتح تشتغل على لايبرري البرنامج يطلع لك الشكل 3 دي على طول مره واحده، مش هتحتاج بقى تعدل كتير، لا لازم تعدل، لان مش كل الناس بتستخدم نفس اللايبرريز، ومش كل الناس بتستخدم نفس الستاندرد، وهكذا. هو كده مثلا خلص البورده كلها ايه، تمام. هو بقى بيقول لك ان الملفات بتاعت التصميم دي موجوده اوبن سورس، انت ممكن تلاقيها، انا ممكن تحملها والكلام ده. دول ادا فري برضو، دول ليهم برضو بتاع ده، ليهم لايبرز عندك في الايجل، يعني لو جينا فتحنا الايجل كده تلاقيهم اول ناس، اول ناس في البيت، هم في الاوائل يعني اهو، ادا فري تلاقي فيها بقى ايه شوية حاجات خاصة بيهم برضو، تمام. تمام يا شباب، سيف يس، لسه معايا ولا راحت في؟ تمام. 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 التاسك اللي جاي بقى زي ما قلت هيبقى بورده فيها سنسورين، السنسورين دولت مسافة بينهم هم على نفس الخط، نفس المحاذاة، ونفس الطريقة اللي أنا كنت عاملها كده، ومسافة بينهم 15 مللي. تستخدمها بقى تعملها بالدايمنشن تول، تحط الإكس والواي زي ما أنت حابب، تمام؟ تحط بقى ليبلز للبن هيدرز،
تمام، يعني هتحط بين هيدر واحد بتاع ده 4 طرف، طرفين الانالوج و5 فولت والجراوند. مش هتحتاج بقى تحط لكل سنسور لوحده 5 فولت والجراوند، تمام، لان السنسورين هيبقوا بيعتبروا ايه، هي دايره واحده. تمام يا شباب، انتوا لو عملتوها دلوقتي مش هتاخد منكم 5 دقايق بالكتير، 10 دقايق، تلت ساعة لو حد يعني لسه بيتعرف على البرنامج. تمام، تمام. ميعادنا إن شاء الله بكرة الساعة 9:30 زي ما احنا. بس يا ريت الناس، يعني الناس يا ريت تيجوا بدري شوية، يعني عشان ما يعني عشان بحيث برضو ايه ناخد راحتنا، يعني ناخد راحتنا شوية. يعني احنا مش قلنا هنشتغل يوم ويوم يا باشمهندس؟ لا ماليش دعوة، انا اللي بكرر، انا قائد السفينة. تمام، خلاص انا ممكن اجازة بكرة يكون تمام. بنا معاك، مفيش داير، ممكن يكون بدرس يعني قبل المغرب مثلا. طب وقفوا الريكورد يا بدري شباب. قبل المغرب؟ لا بدري قبل المغرب صعب.